هي ذكي صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023. يمكن كان الحديث خلال الأيام اللي فاتت تحديدا على غلاء الأسعار، وإن في سلع مش متوفرة، وفي بعض التجار اللي أصبحوا يعني بيستغلوا هذه يعني الأزمة تحديدا علشان يتكلبوا على السلع أو تكلبوا المواطنين على السلع في ارتفاع الأسعار. لكن دايما في ظل يعني المعاناة بتلاقي بصيص أمل ونور كده جاي من بعيد، وهو ده اللي لفت انتباهي امبارح لقيت مبادرة لطيفة جدا، مبادرة لطبيب في الشرقية أعلن من خلالها استقبال المرضى غير القادرين في عيادته الخاصة بالمجان، وكتب بخط إيده كده الكلام ده في روشيتا نشرها على صفحته الرسمية على الفيسبوك، وقال فيها نصا: عزيزي المريض، إذا كنت لا تملك ولا ترغب في دفع ثمن الكشف فلا تخجل أن تطلبه مجانا، فهذا حقك وهذا واجبي. أعتقد يعني أن إحنا كمان من واجبنا أن إحنا نشيد بالموقف الإنساني للدكتور ده، ونشاور عليه ونبرز ونشجع أي حد يقدر اللي هو يساعد، أو أي حد محتاج فعلا لمساعدة يقدر يخفف من آلام المرضى، يقدم الخير للآخرين، لأنه ده دور مجتمعي، دور مهم، حاجة إيجابية. فكرة اللي انت مش بس يعني زي ما بنقول كان في ناس كانت بتعمل حاجة وحشة لو ما كانوا بيستغلوا ارتفاع الأسعار يا منا، لا، في ناس تانية في ظل هذا الارتفاع مثلا بدأت اللي هي لا احنا هنساعد، ولازم احنا نشاور على الناس دي. ده كان موجود وبدأ يبقى فيه انفراجة وانسيابية بمجرد ما تم الإفراج على هذه السلة، لكن برضو الناس دي لازم اللي احنا نقوم لها وننحني ونرفع القبعة من كتر ما هم عملوا مبادرة وحاجة مهمة جدا زي ده. والنوع ده من التكاتف والحب والمودة اللي موجود يعني ما بين المصريين جميعا بيأكد ان دايما الخير موجود في الأمة، الخير موجود في مصر كمان دايما، ودايما في الأزمات أو من رحم المعاناة دايما بنلاقي الأمل أو الفرج. أكيد، وهو ده اللي بيعمل التكاتف. وإحنا شفنا مبادرات كتير في الفترة اللي فاتت، وأعتقد إن إحنا هنتابع مع بعض المبادرات اللي بيبقى لها معاني إنسانية جميلة، خصوصا إن إحنا شفنا أطباء بيقدموا حاجات كتير للمرضى. في أطباء في كل المحافظات أو في محافظات كتير من مصر بيخصصوا مثلا يوم للكشف بالمجان. في أطباء تانيين ممكن يكون الكشف عندهم بأسعار رمزية. في دكاترة كبار لغاية دلوقتي ممكن تلاقي تمن الفيزيتا عندهم أو تمن دخول الكشف 10 جنيه و20 جنيه. كلنا فاكرين الدكتور الأشهر الدكتور محمد مشالي رحمة الله عليه اللي توفى السنة اللي فاتت، وكانت الناس بتسميه طبيب الغلابة. عشان كده احنا بندعم المبادرات اللي بتقدم الخير للناس، لأن دايما المصريين بيكونوا واقفين جنب بعض، دايما الخير هيفضل في البلد دي إن شاء الله ليوم الدين. ده حقيقة منا، الخير موجود، ويمكن أكبر دليل على ده إن مش بس الأطباء، عشان برضو يعني نعطي كل دي حقه تحديدا، لأن بنشوف برضو كل في مجال عملي. يمكن كمان كان في من يومين حاجة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص محل فول وطعمية، كان مقرر اللي هو من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا، الساعة دي هو أي حد عاوز ياكل
هيبقى الاكل مجانا وهو مش قادر اللي هو على ثمن الاكل ده فيفطر يفطر مجانا وعامل وجبه في الوقت ده وجبه اقتصاديه كده ب 10 جنيه فيها كل حاجه. ففكره اللي بيقدر يساعد بيساعد وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه فكره التكاتف. فكره الخير اللي كانت بتتكلم عليه منا مش لازم يكون في كشف او يكون لدى الاطباء فقط لكن ممكن في مجال عمل اي انسان يقدر اللي هو يقدم الخير يقدر اللي هو يسهل على الناس ويساعدهم على قد ما يقدر سواء كان موظف سواء كان مهندس او تاجر دكتور سوبر ماركت محل بقالة زي ما قلنا اي حد بيقدر اللي هو يقدم الخير اعتقد ما فيش حد بيتراجع او ما فيش حد يعني بيتوانى ابدا على تقديم هذا الخير. لازم يعني الخير ده كمان بيرجع لك يعني ما فيش حد بيعمل خير ابدا منا غيره بتلاقي حلقه وبتلف وبيرجع لك ما يرجع لكش ليك انت هيرجع لك لاولادك يرجع لك في صحتك يعني دايما بيترد. احنا متعودين على كده احنا المصريين من زمان جدا دايما بنتعرض لازمات ودايما بنقف جنب بعض دايما بيحصل لنا مشاكل ودايما بنقف جنب بعض ودايما بنعديها وربنا بيسترها معانا. عشان كده ممكن نقول ان سؤالنا التفاعلي النهارده قول لنا على موقف قدرت من خلاله انك تساعد الناس في شغلك. احنا متعودين دايما نجاوب معاكم على السؤال احنا النهارده بنعتذر عن الاجابه هنسيب لكم انتوا الاجابات ومستنيين اجاباتكم على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وهنستعرضها معاكم في حلقه النهارده. نصبح عليكم صباح الخير يا مصر. رجعنا لكم تاني مشاهدينا ودلوقتي هنروح نصبح على زميلتنا لميا ونتعرف منها على اخر اخبار المرور في القاهره والمحافظات واحنا جايين في الفجر في الطريق. الحمد لله كانت الامور طيبه والطريق مستقر من طريقي لكن صحيح. يا ترى ده في كل الاماكن هنعرف من لميا دلوقتي. نصبح عليها صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا احمد وصباح الخير عليك منا وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبداها من القاهرة وبالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية اللي بتشهد كثافات نسبية إنما بسيطة. هنفضل مكملين وماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم وهنلاقي هناك برضو كثافات بسيطة وغير مؤثرة على حركة المرور وهنفضل ماشيين لحد ما نروح كوبري الجلاء وهناك هنلاقي سيولة مرورية ومكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة تبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار وبتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للي قادم من الأقاليم ومتجه للقاهرة عبر الطريق الزراعي. نفس الموضوع للمتجه للمنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي ومتجه للجيزة. نفس الموضوع هنلاقيه في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة في كثافات مرورية على محور 26 يوليو اللي جاي من مدينة السادس من أكتوبر ولو كملنا جولتنا من شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. كثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية بمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية وده بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه للطرق البديلة اللي تم تحديدها. ظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العريش ومكملة لحد الطلبية. كثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لحد شارع العشرين. وكمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ظهرت كمان على محور صفت المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان كثافات مرورية إنما متحركة ونفس الموضوع في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. ظهرت كمان كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. هنروح لمحافظة أسيوط واللي هنبدأ فيها جولتنا من أمام مستشفى الجامعة اللي بتشهد هناك سيولة مرورية ومكملة لحد جامعة أسيوط. لما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر وتزيد ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي فيه سيولة مرورية وطريق المنيا أسيوط كمان فيه سيولة مرورية.
هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد مدينة الإسماعيلية، وبالتحديد من ميدان أحمد جويلي. هناك بتظهر كثافات مرورية غير مؤثرة. بعدها هنروح شارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة، وده لحد ما نوصل لطريق إسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة وتبتدي تقل لحد أو تختفي كمان لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض، ونروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي، وهنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية وهناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة. مشاهدينا دي كانت جولتنا المرورية النهاردة. نخلي بالنا على الطرق المختلفة سواء زراعية أو صحراوية أو زراعية، لأنه في النهاردة يعني سرعة الرياح واصلة لحد 60 كيلومتر، فيها محملة طبعا بالأتربة، فناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية عشان نوصل أشغالنا بألف سلامة. مرة تانية نرجع لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقرات. شكرا لك يا لمى. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي إن شاء الله تكون بتهم حضراتكم، لكن في البداية خلينا نبتدي بالأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق حنانة ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. يمكن في حياة الأمر كان في مجموعة متنوعة فعلا منا زي ما قلتي في الأخبار التي حدثت بالأمس، لأن خلال هذا اللقاء تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من الرئيس موريتانيا تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية ما بين البلدين. وامبارح كمان كان في مؤتمر صحفي لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم فيه عن الرخصة الذهبية وطرح الشركات في البورصة. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق حنان ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وده بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وخلال الاجتماع سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية للرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني تضمنت تأكيد وحرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. امبارح كان في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم فيه عن عدد من الموضوعات المهمة، وعرض نموذج لشكل الرخصة الذهبية اللي تم إصدارها، وهي في صورة كارت ذكي عليه QR كود بيتيح الاطلاع على كل البيانات الخاصة بالرخصة، ودي واحدة من 9 رخص تم إصدارهم بالفعل، ده غير إنه في 4 رخص جديدة تمت الموافقة عليها وحالياً جاري استكمال إجراءات إصدارها. وقال رئيس الوزراء إنه الهدف من الرخصة الذهبية هو تمكين القطاع الخاص من التوسع وزيادة الأنشطة من أجل خلق فرص عمل جديدة. كمان امبارح في المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء إنه برنامج الطروحات في البورصة هيتم الإعلان عن تفاصيله الأسبوع اللي جاي، وإنه عدد الشركات اللي هيتم طرحها هيتجاوز 20 شركة، وهي شركات بتطرح لأول مرة. وقال كمان إنه الهدف من طرح الشركات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي هو مشاركة أكتر للمواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية. امبارح برضو اتكلم رئيس الوزراء عن التحديات اللي بتواجه القطاع العقاري، وقال كان هناك تحديات بتواجه القطاع العقاري في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، علشان كده تم التواصل مع ممثلي قطاع التطوير العقاري وحددوا عدد من المطالب، وتم إصدار قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري، وأهمها مد المدد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% للمدة الموجودة وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم. امبارح غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للعاصمة السنغالية داكار على رأس وفد رسمي، وده للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا، واللي بتستضيفها السنغال على مدار يومين النهاردة وبكرة.
وفي جولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة والأحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات المختلفة، ومنها تسليم الدفعة الثالثة من معدات النظافة وتحسين البيئة في الدقهلية والمنيا. كمان بتتصدر المحافظات في تنفيذ برنامج مشروعك بإجمالي 22900 مشروع. كمان معانا منا في حقيقة الأمر يعني محافظات مصر لا تخلو من الأخبار، سواء كانت يعني أخبار في الجهاز التنفيذي للدولة أو أخبار بتهم المواطن، وهو الشغل الشاغل دايما يعني اللي من أجله بيعمل الجهاز التنفيذي تحديدا. لأن معنا خبر عن مد فترة معرض أيادي مصر للمنتجات الحرفية واليدوية اللي بيقام حاليا في الغردقة. كمان في أخبار تانية معنا نستعرضها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنيا اللي تصدرت محافظات الجمهورية في عدد المشروعات اللي ممولها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، وحيث تم تنفيذ 22.9 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2.8 مليار جنيه. المشروعات دي وفرت 239 ألف فرصة عمل. في الدقهلية تم تسليم الدفعة الثالثة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 6 معدات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، وهيتم توزيع المعدات دي على مراكز حي الشرق، المطارية، السنبلاوين والشربين. في الشرقية تم الإعلان عن الانتهاء من إنشاء 50 مركز تكنولوجيا بالوحدات المحلية والانتهاء من تدريب العاملين بهذه المراكز. في البحر الأحمر تم الإعلان عن مد فترة عمل معرض أيادي مصرية المقام بمدينة الغردقة بالممشى السياحي حتى 6 فبراير نظراً للإقبال الشديد عليه. في جامعة المنوفية تم افتتاح فعاليات مشروعات معرض العلوم والهندسة للعام الدراسي 2022-2023، واللي بتستضيفه كلية الحاسبات والمعلومات، وبيضم معروضات للطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي. في بني سويف انعقدت اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وتم قبول 103 طلب جديد لتقنين أوضاع الأراضي إلى جانب قبول 41 طلب إعادة عرض، ليصل إجمالي عدد الطلبات اللي تمت الموافقة عليها حتى اليوم 4189 طلب، في حين وصل إجمالي العقود اللي تم تحريرها 2533 عقد. في شمال سيناء تم إطلاق معرض الفنون التشكيلية وورش الأطفال بقصر ثقافة العريش لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية، وخلال الحفل الفني قدمت فرقة العريش التلقائية فقرات غنائية من التراث السيناوي بجانب عرض للفرقة الاستعراضية للأطفال برقصات وأغاني متنوعة. في السويس تم افتتاح معرض أهلاً رمضان لبيع سلع المواد الغذائية والتموينية بميدان الأربعين بأسعار مخفضة وسط إقبال من المواطنين. ودلوقتي خلينا مشاهدينا نرجع لزميلتنا لميا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. لميا طمنينا. بصبح عليكي مرة تانية منها، هطمنك الجو بس أجواء شتوية شوية زيادة، في أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وتفاصيل كتير هبقى أحكي لك عليها بعدين. بصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. كمان في أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وده على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 18 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في كاترين 12 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وبنفكركم بسؤالنا التفاعلي. قلنا على موقف قدرت من خلاله اللي انت تساعد الناس في مجال عملك. نستعرض مع بعض نشوف التعليقات. نسمة رأفت بتقول صباح الخير والسعادة على أحلى مذيعين في أحلى برنامج، التكافل والمساعدة مطلوبين في كل الأوقات ومن غير انتظار مقابل، ودي من أهم التعليم في كل الأديان، فاللي قادر يقدم المساعدة ما يتأخرش وفي أي مجال من المجالات. وزي المثل ما بيقول كله سلف ودين. صباح الفل عليك يا ناس. بتلف وبترجع لك، يعني اللي بيعمل خير بيلاقي خير اكيد. يعني في علاء شاهين بيقول صباح الخير على منا والشاذلي ولميا،
يعني مكتوبه له الشاذلي صبحوا عليه وهو مش موجود. مش اقل مساعده في مجال شغلي، انا بعمل حفلات افراح بالمجان للايتام وخصوصا البنات. هو مشغل دي جي. صباح الفل يعني عليك، ربنا يجازيك خير طبعا. يعني فكره ان انت يعني تكون اداه او وسيله لادخال البهجه والفرحه على قلوب الناس، اعتقد يعني مفيش احسن من كده. واجرها نشر البهجه، هنخليه بقى نشر البهجه. طيب نشوف نشأة عياد بيقول: صباح الخير عليكم، انا جالي مره ولي امر عايز يحرر استماره شهاده الاعداديه قبل الامتحان بيوم، وبحكم شغلي فضلت اجري واختم من هنا وامضي من عند فلان، فضلت 5 ساعات لغايه ما خلصت وسلمتها للكنترول، والراجل ما كانش مصدق، عرض عليا فلوس اللي انا عملته، بس انا رفضت طبعا وقلت ادعي لنا بس يا حاج. عايز اقول حاجتين هنا بقى. اول حاجه الجدعنه بتاعت المصريين، معدن المصريين. تاني حاجه الراجل الطيب اللي قدر يعني شغل الموظف المحترم اللي حاول يعمل سبورت. تالت حاجه الحكايه اللي اتحلت اصلا، ان الموضوع دلوقتي بقى كله مميكن بعد الشغل وبعد التحول الالكتروني والتحول الرقمي، فالوضع بقى اسهل بكتير جدا. فايده من فوائد الرقمنه. ايوه بقول لك الموضوع اتحل، بقى في ناس بتجري يمين وشمال. انا احيانا بتدخلي بعض المصالح الحكوميه وبتلاقي في ناس كده، يعني سبحان الله ربنا بيكون مسخرها لخدمه الناس. طب. بلا مقابل، بلا يعني اي اجر ممكن هي عاوزاه، ممكن تلاقي ان هذا الموظف هو اجره اقل اجر موجود في المؤسسه كلها، لكن هو داخل انا في نيتي ان انا اساعد الناس. ففكرة احنا بنتكلم عن اليوتوبيا، ده موجود وده موجود، بس يعني احنا بنتكلم عن المدينه الفاضله خالص. طبعا الرقمنه ساعدت كتير وخلت اللي هو ايه الناس اللي كانت بتتقاعس. لسه بقول لك الخمس ساعات دي مش هتبقى موجوده تاني. الناس اللي كانت بتتقاعس على اداء عملها خلاص الموضوع اصبح زي ما بيقولوا بكبسه زر، خلاص الموضوع اتحل او الورقه اتحلت يعني. لكن في ناس فعلا هي رغم وجود رقمنا وجود ده بتسهل اكتر برضو، يعني ربنا يدومهم نعمه دايما في حياتنا يعني. بص التعليق ده بقى مختلف وعجبني لعده اسباب، انه بيتكلم عن ابسط الاشياء وابسط الطرق في التعامل مع الاشياء. كحلاوي من اسيوط بيقول حاجه بسيطه جدا وفي امكان الناس كلها. بيتكلم هنا بيقول ايه بقى؟ ثانيه واحده. خلي بالك كحلاوي ده يعني صديق للبرنامج وبيقول على طول كومنت. بيقول: صباح الخير عليكم من اسيوط، اي زميل في اي عمل بس كل اللي هو محتاجه ان حد يسلم عليه ويحييه وهو بيبتسم، وقتها اول ما تدخل الشغل وتبتدي تبتسم وتحافظ على ابتسامتك وبشاشه الوجه، لان الابتسامه دي بيبقى لها اثر كبير في جذب قلوب الاخرين، وكمان انك تساعد اي زميل جديد وتقديم النصايح له. فكره ان حد بيبقى داخل على مجموعه جديد، بس مساعده الناس اللي هي الجديده دي حاجه مهمه قوي. مش بص يا احمد، مش طول الوقت بنبقى قادرين نساعد، مش طول الوقت بنبقى عارفين نساعد. في اوقات من كتر مساعدتنا نوتر اللي قدامنا لو هو لسه مش عارف ياخد على الجو الشغل. لكن ان احنا نقول للشخص اهلا بيك، اتفضل في وسطنا، انت ليك مكان، وما نبقاش بقى نبتدي نحاول نحسسه انه لسه مش مننا ولسه مش معانا ولسه مش عارف. في يوم من الايام، ما هو اكيد انا النهارده اول يوم طلعت فيه هوا غير بعد سنه واثنين وثلاثه، ففكره ان انا دايما احط نفسي في مكان الشخص، مش لازم ان انا اعلق على كل حاجه، على فكره دي ما ينفعش تقول كذا، دي تعمل في كل مجالات الشغل بقى، فكره الكلمه الطيبه صدقه. انا بعلق، بس بعلق برافو عاش هو ده يا سلام عاش يا وحش. ده تعليق، ده تعليق ايجابي ما عندناش مشكله فيه، انا بتكلم على اللي هو يعني النقد الهدام هو ده مش ده يا سلام كده، ده تشجيع. طيب خلينا نروح لمطعم ام رودي، بتقول: بعمل ايفنتات زي بازار بجمع فيه كل تجار الاونلاين، يعني بدل ما هم موجودين على النت لا بعرض حاجتهم على ارض الواقع، والحمد لله ربنا يعني يصبح عليهم جميعا ويسعدنا جميعا يا رب. اللهم امين يعني، واعتقد برضو عمل من اعمال الخير. نروح فاصل ونرجع نكمل بقيه فقرتنا. هسيب حضراتكم فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ونروح دلوقتي ونستعرض معاكم مجموعة من الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل من خلال هذا التقرير.
بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعة صلاح جاهين الساعة 6 بالليل ضمن فعاليات المعرض اللي بيستقبل زواره بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. بيقدم المعرض 6 جوائز بتمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي أفضل كتاب مترجم، أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون، وجائزة أفضل ناشر مصري مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، والأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب، وجائزة أفضل كتاب في مجال تحقيق التراث بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. النهاردة هيفتتح بيت السناري معرض تفاصيل مصرية للتصوير الفوتوغرافي. المعرض هيضم العديد من الصور الفوتوغرافية لمجموعة من الفنانين، وبيستهدف تعزيز ونشر التراث الأصيل للثقافة المصرية. النهاردة هتجرى قرعة مباراة مصر وباراغواي في المباراة الفاصلة لتحديد البقاء بالمجموعة الثانية العالمية في كأس دافيس للتنس، وبيقوم بإجراء القرعة الحكم الدولي الإيطالي ريكاردو كارلوس، وهتنطلق المباراة بكرة الجمعة وهتستمر على مدار يومين بملعب السنتر كورت بنادي الجزيرة. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد ولحد القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد. كمان في أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وده على فترات متقطعة. وخلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي، وخلينا نطمن على حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في أمطار ما بين خفيفة المتوسطة وساعات كثيفة ورعدية، وسرعة الرياح واصلة معانا محملة طبعا بالأتربة ل 60 كيلومتر في الساعة. فطمنينا الجو ده احنا هنعيش فيه لحد إمتى، والأماكن كمان اللي فيها الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وكثيفة بتكون فين بالظبط؟ يمكن الحمد لله احنا اليوم هنشهد تحسن في الاحوال الجويه، وطبعا تحسن نسبي في الاحوال الجويه بعد ذروه عدم الاستقرار اللي احنا شهدناها بالامس والاتربه وسقوط الامطار اللي شهدناه بالامس على اغلب مناطق الجمهوريه. اليوم هتبدا تهدا سرعات الرياح على اغلب المناطق فيما عدا السواحل الشماليه للبلاد وبعض المناطق الموجوده في سيناء، فان شاء الله اليوم مش هيكون في اتربه ورمال مسارعه، لكن في نشاط رياح على السواحل الغربيه، ده هيخلينا نحس اكثر ب يعني انخفاض درجات الحراره وبروده الطقس فقط في السواحل الشماليه للبلاد. هيستمر مصادر الكتل الهوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع وجود امتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، ففي تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد هتحجب جزء من اشعه الشمس وتساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره، بالاضافه كمان ان طبعا درجات الحراره منخفضه هيستمر معانا انخفاض درجات الحراره بنشهده يعني خلال الايام الماضيه. العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 18 درجه مئويه، فاحنا هنحس بالطقس ما بين البارد الى المائل للبروده خلال فتره الصباح الباكر، مع تقدم ساعات النهار تكون الاجواء معتدله تماما على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد. طيب هل ده معناه انه في تحسن في درجات الحراره هترجع ترتفع تاني الايام اللي جايه؟ يعني تحسن في درجات الحرارة على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم، مستمرين في انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية. العظمى على القاهرة الكبرى هتراوح ما بين 18 و 19 درجة مئوية خلال فترة النهار، فمش هيكون في تحسن في درجات الحرارة، بل هيكون في انخفاض هنحس بيه أكتر خلال فترات الليل، لأن فترات الليل الصغرى هتنخفض وتوصل لتسع درجات على القاهرة الكبرى، بعض المناطق من شمال الصعيد هتوصل لست وخمس درجات، وسط سيناء اقل من خمس درجات بتوصل احيانا للصفر في بعض المناطق في وسط سيناء، فلسه في انخفاض في درجات الحراره خاصه فترات الليل المتاخر والصباح الباكر، اجواء من بارده لشديده البروده. طبعا مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اليوم على شمال البلاد واللي هتحجب جزء من اشعه الشمس، هيكون معها طبعا فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.
الامطار ممكن تمتد خفيفه لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، لكن مجمل الامطار اليوم غير مؤثر تماما على اي عمل انشطه يوميه ان شاء الله. طيب مع استمرار درجات الحراره في الانخفاض الكام يوم اللي جايين، هل الامطار مكمله معانا بكل انواعها بقى، خفيفه او متوسطه او حتى غزيره؟ بالفعل مكمل معانا سقوط الامطار، يمكن على مدار 72 ساعه القادمه ان شاء الله سقوط الامطار هيكون على المناطق الساحليه ومحافظات شمال الوجه البحري. المناطق الساحليه المحافظات المطله على البحر المتوسط ما بين الخفيفه الى المتوسطه. طب ده بيأثر على الاعمال اليوميه او على الطرق مثلا؟ لا، هو سقوط الامطار مش هيأثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه ولا حركه الطرق، لانها هتكون اقل من اللي شهدناها خلال الايام الماضيه. يمكن يعني بالامس كانت امطار متوسط لغزير ورعدي، الامطار اليوم امطار خفيفه ومتوسطه، فما فيش منها اي تاثير على اي اعمال انشطه يوميه او حركه الطرق. بما فيها مدينه اسكندريه اللي بتشهد دلوقتي النوى الايام دي؟ بالفعل خلال الايام الماضيه كان في تاثير منخفض جوي متعمق على محافظه الاسكندريه وسقوط امطار ما بين المتوسط والغزير. الامطار هتستمر على محافظه الاسكندريه خلال الايام القادمه، لكن بكميات اقل من الايام الماضيه، هتكون كمياتها ما بين الخفيف والمتوسط، يعني ممكن تكون خفيف تزيد عن الخفيف وتصبح متوسطه، لكن مش هتوصل للامطار الغزيره. مع يوم الاحد القادم كميات الامطار هتزيد وتكون امطار متوسطه وتتقدم للمناطق الداخليه. طيب احنا عارفين ان هو مع وجود رياح محمله بالاتربه الشبوره بتقل شويه، دلوقتي الرياح الاتربه فيها اقل بكتير عن الاول، هل ده بيرجعنا تاني للشبوره اللي بتفضل من بالليل متاخر لحد الصبح بدري ولا خلاص مفيش؟ بالفعل هو مع سقوط الامطار بالامس بدات الاتربه تنتهي من الجو وبدانا نشعر بتحسن في الاحوال الجويه، لكن الشبوره المائيه كمان نشاط الرياح ما بيساعدش على تكون الشبوره المائيه بالفعل، فمتوقع مع يوم الجمعه القادمه ان شاء الله غدا يكون في تكون لشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، فهنا هنحذر كل قائدي مركبات ومسافرين على الطرق تكون القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور. هيرجع تاني في نشاط للرياح من يوم الحد والاثنين اللي جايين، فمش هيكون ان شاء الله في تكون للشبوره المائيه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها بالقاهره العظمى فيها 18 والصغرى 10، العاصمه الاداريه العظمى فيها 18 والصغرى 9، اسكندريه 17 9، العلمين الجديده 17 9، مطروح 16 9، دمياط 18 11، بورسعيد 18 11، الاسماعيليه 18 9، السويس العظمى فيها 18 والصغرى 10، العريش 18 10، كاترين 12 3، طابة 20 11، حلايب 22 16، شلاتين 24 14، شرم الشيخ 21 12، الغردقة 20 11، الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 8، بني سويف 19 8، الوادي الجديد 18 8، أسيوط 18 6، سوهاج 19 7، قنا 19 8، الأقصر 19 8، وأخيرا أسوان العظمى فيها 20 والصغرى 9. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، كمان عرفنا تفاصيل حالة الجو النهاردة والكام يوم اللي جايين. ناخد بالنا أن في صحيح الرياح سرعتها قلت عن الأول والأتربة كمان قلت عن الأول، لكن هي ما زالت موجودة في أمطار من خفيفة لمتوسطة وأحيانا بتكون غزيرة، وده هيخلينا نلتزم بالتعليمات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية المختلفة عشان توصلوا بيوتكم أو أشغالكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي. امبارح كان في امطار وطقس غير مستقر في المحافظات، وعشان كده تم رفع حاله الطوارئ وحاله الاستعداد القصوى في المحافظات عشان نواجه اي معوقات ويتشال اي تجمعات ميه للامطار عشان تسهل حركه المرور والشوارع تاني ترجع لطبيعتها. معانا على التليفون الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره، نتعرف منه على كافه التفاصيل ونعرف ايه اللي حصل امبارح. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى اهلنا في المحافظات. صباح الخير يا دكتور.
صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير يا استاذ همام. دكتور، يعني في الحقيقه احنا شايفين حاله من الطقس الغير مستقر، ويمكن كان معنا دلوقتي دكتوره منار غانم من هيئه الارصاد، وقالت ان يعني ده على اغلب محافظات الجمهوريه تحديدا. الطقس السيء يعني او الموجه دي ضربت امبارح عدد من المحافظات وصحابها هطول امطار. عاوزين نعرف من حضرتك يعني اكثر المحافظات تاثرا بحاله الرياح والامطار. يعني خليني اقول لحضرتك زي ما ورد الينا من تقارير لمعالي الوزير من غرفه العمليات واداره الازمات بوزاره التنميه المحليه، واللي هي رابطه مع غرف الازمات والعمليات بالمحافظات المصريه مع الغرفه المركزيه برئاسه مجلس الوزراء. يعني اكثر المحافظات خلينا نقول انه القاهره والجيزه والقليوبيه والاسماعيليه تعرضت لامطار خفيفه، في مكان طبعا زي عين شمس ومصر القديمه والسيده زينب ووسط وغرب وعابدين وكذلك بولاق وباب الشعريه والمسكي. لما نروح برضو لاكثر المناطق كانت منطقه مدينه القارات الخيريه وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمه، دي كانت بالقليوبيه. بالاضافه طبعا الى بعض الاحياء والمدن كان في الجيزه والاسماعيليه. الاكثر تاثرا كان على مستوى محافظات الاسكندريه وكفر الشيخ ودمياط والدقهليه. ومطروح وبورسعيد والبحيره والغربيه، والزملاء في الوحدات المحليه مع الزملاء في الشركات مياه الشرب والصرف الصحي اشتغلوا على رفع تجمعات المياه التراكمات. يعني الكلام ده منذ صباح امس حتى يعني منتصف الليل امس عندنا في المحافظات. وبصفة عامة هنلاقي استمرار غلق لميناء برج البرولوس بمحافظة كفر الشيخ وميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، وده نظرا لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح. وتم فتح ميناء السخنة وده الساعة 9 بالليل بعد تحسن الأحوال الجوية. برضو يعني كان في الطقس طبعا غير مستقر وهبوب رياح متفاوتة على أغلب المحافظات الساحلية، ده أدى إلى سقوط عدد 5 أعمدة إنارة على الطريق الساحلي الدولي ده في مدينة بير العبد بمحافظة شمال سيناء، ولم تؤثر على حركة سير الطريق وتم الإصلاح. وكذلك نفوق عدد 1 ماشية نتيجة صعق كهربائي وسقوط عدد 2 عمود كهرباء بمحافظة كفر الشيخ وتم الإصلاح. يمكن سقوط كمان شجرتين كافور في الإسماعيلية وحصل في رفع للشجر اللي موجود. يعني الجهود السريعة اللي بتتم من أجل إزالة التجمعات بتاعة مياه الأمطار أو الأضرار اللي حصلت بسبب سرعة الرياح، نقدر نقول إن امبارح كان في حركة سريعة عشان تسهل عودة المواطنين وحركة المرور في الشوارع بسهولة؟ بالفعل ده قلتي فعلا شجرتين على طريق الزقازيق الاسماعيليه الزراعي بمركز التل الكبير، واخرى تبع نطاق حي ثالث في محافظه الاسماعيليه وتم رفعهم من الطريق والاصلاح. كذلك الامر شبكه الاناره برضو تم الاصلاح. وخليني اقول لحضرتك كمان بالاضافه الى هذا وذاك، يعني امس بالليل الساعه 12 توقفت يعني الامطار ب محافظة اسكندرية وتم الانتهاء من رفع التراكمات في الشوارع الرئيسة. طبعا توقف الأمطار بمحافظة مطروح بعد وجود بعض الرياح. طبعا كل ده على مستوى المحافظات المصرية اللي تم رفع التراكمات من الشوارع الرئيسة وجاري رفع التراكمات حتى فجر اليوم من الشوارع الفرحية. هل في طرق أغلقت تماما؟ وتم تحويل المرور منها مثلا؟ لا يا فندم. خلينا اقول لحضرتك انه لم يتم رصد اي معوقات سواء بالطرق او المرافق العامه بالمحافظات، مع استمرار طبعا زي ما اكد معالي الوزير رفع درجه الاستعداد لجميع غرف العمليات على مستوى المحافظات. وكذلك تمركز المعدات وفقا للخطط اللي محطوطه من جانب الزملاء على مستوى المحافظات. طب دكتور خالد، لو عاوزين يعني حضرتك تحطنا في تفاصيل الخطط دي، ازاي بتستعد وزاره التنميه المحليه لحاله التاهب القصوى اللي بترفعها مع يعني تقلبات الطقس تحديدا، وزي بيكون في تنسيق ما بينكم وما بين محافظات الجمهوريه المختلفه يعني او المسؤولين هناك؟
احنا في شهر اغسطس من كل عام يا فندم في عمليه السيناريوهات لاستقبال موسم الامطار ومراجعه الجاهزيه الخاصه بالمعدات والسيارات واللي موجوده على مستوى المحافظات المصريه وخاصه المحافظات كمان الاكثر عرضه للامطار. القطه دي اسمها صقر وبيتم التعامل على بيتقسم محافظات الجمهوريه الى مجموعات عمل وبيتم قطاع اداره الازمه والتفتيش عندنا بيتم يعمل السيناريوهات دي يعني بيبقى في محاكاه او سيناريوهات بتنفذ على الارض خلال الفتره دي بالظبط يا فندم بالظبط وابتدينا شغالين عليها على مستوى المحافظات بحيث انه بيكون هناك درجه من الجاهزيه بتحدد بعد كمان خاصه المحافظات الساحليه واللي فيها اوقات زي قوه الكرم اللي احنا موجودين فيها منذ ثلاثه ايام في الاسكندريه دي معتاده كل عام هذه النواه وبالتالي هناك نقاط بتبقى ساخنه ممكن يكون فيها تجمعات للمياه بيتم التحوط ليها سواء في الخطه العاجله فيما يتعلق بالثلاث مشروعات اللي اتعملوا فيها الاسكندريه باقي لسه المشروعات الاخرى هيتم تنفيذها ان شاء الله مع انتهاء شهر مارس بعد انتهاء موسم الامطار يتم الفتح فيها بحيث يبقى في شبكه صرف مياه الامطار منفصله عن شبكه صرف الصحي اللي موجوده طبعا كل دي نفذت في كم نفذت في كم محافظه يا فندم؟ نعم يا فندم عمليه الفصل الخاصه بمياه الامطار وشبكه الصرف الصحي دي اتنفذت في كم محافظه؟ دي موجودة في محافظة الاسكندرية دلوقتي في اطار الخطة العاجلة اللي هي طبعا موجودة في المدن الجديدة كلها يعني لا شك طبعا دي في الهيئات العمرانية طبعا المدن الجديدة بيتم التخطيط ليها لانها دي من المنبع تخطيط من المنبع يعني لكن على مستوى المحافظات القائمة طبعا لتحقيق الاستدامة للمحافظات دي فجاري ان شاء الله تطبيق الخطة الخاصة بيها ان شاء الله. دكتور خالد انا عارفه ان انتم شغالين على التوازي التعامل مع المواقف الطارئه اللي بتحصل والاحداث الطارئه اللي بتحصل وفي نفس الوقت شغالين في الاصلاح وفي تكمله الصيانه في مختلف الاماكن بحيث ان احنا نبقى مكملين الاثنين مع بعض ان شاء الله يمكن في فتره قريبه جدا ما يبقاش عندنا بعد كده حالات طوارئ لان نكون عملنا اصلاح وصيانه لاغلب الاماكن او ان لم يكن كلها. نقدر نقول ان احنا شغالين كمان في اصلاحات وفي تجديدات سواء في شبكة الصرف الصحي في أماكن أخرى ولا إحنا متوقفين اليومين دول؟ لا طبعا العمل المستمر على مستوى محافظات الدولة المصرية لأن دي خطة موجودة سواء للإحتلال أو التجديد أو لزيادة الطاقة الاستيعابية الخاصة بالوحدات وده بيتم ما بين المحافظات والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بحيث هما بينفذوا على الارض لينا هذا الامر وبالتالي لا هو خطه العمل مستمره سنويا بحيث يبقى بنحافظ على دايما رفع كفاءه يعني المحطات الخاصه بينا سواء محطات الطرد او محطات او الخطه دي ثابته ولا بتكون متغيره يا فندم؟ يعني احنا بنبقى حاطين خطه مثلا لمده سنه لمده سنتين لمده ثلاثه ولا احنا بنلاقي مثلا عندنا مشكله حصلت في مكان ما فبيتم التعديل وبيتم توجيه الفلوس الموجوده في المحافظه لتعديل المشكله اللي حصلت؟ لا هو احنا ماشيين على التوازي ان في خطه فعلا كما تعلمي حضرتك هناك بعض المدن الكبيره وخاصه الساحليه او المدن اللي عندنا في القاهره الكبرى نتيجه لفتره السنوات الماضيه للبناء العمراني على نفس واحنا مدن قائمه على نفس شبكه الصرف وبالتالي حضرتك نتيجه لزياده هذه الوحدات السكانيه وزياده عدد السكان حضرتك مما لا شك فيه بنكون عندنا خطه لزياده الطاقه الاستيعابيه الشبكات الخاصه بالصرف الصحي او يمكن ده كان واحد من مشاكل العشوائيات اللي بيتم تداركها بقى في المجتمعات الجديده يمكن بسبب البنى غير المرخص الناس بقت موجوده في اماكن وسببت ضغط على شبكات كتير سواء كانت كهرباء او صرف صحي او مياه
على كل شبكات الخدمات يا فندم اللي موجوده. نعم. وعشان كده دايما بيأكد سياده الرئيس ان لابد ان يكون في خط فاصل ما بين ما تم وما يتم من بناء، وبالتالي كل البناء اللي عندنا دلوقتي اللي احنا شغالين عليه هو بناء مخطط، سواء كنا اللي هو احلال المناطق المخططه محل المناطق العشوائيه والانتهاء تماما من العشوائيات، او كذلك الامر فيما يتعلق بقرى حياه كريمه. خليني اقول لحضرتك احنا بنخطط ليها وبنأكد ليها ما هو مخطط وفقا لكوزاره التنميه المحليه بالتنسيق مع وزارات الدوله المصريه، وبينفذ لنا ده جهاز التعمير التابع لوزاره الاسكان والهيئه الهندسيه. فيما يتعلق بقرى حياه كريمه احنا داخلين على البنيه التحتيه ونفذنا عدد كبير من المشروعات في العام الاول من المرحله الثانيه لتطوير الريف المصري ومبادره سياده الرئيس حياه كريمه. وخليني اقول لحضرتك ان احنا شغالين مش صرف بس، صرف صحي ومياه شرب وغاز طبيعي وكهرباء. يعني بنتكلم على بنيه تحتيه كامله يا دكتور خالد. كامله متكامله. طيب خليني اسال حضرتك ايه يعني اكبر تحدي بتواجهه وزاره التنميه المحليه في هذه المرحله تحديدا؟ احنا لا احنا يعني وزاره التنميه المحليه وزاره خدميه بتقوم على 32 ملف. زي ما بيأكد معالي الوزير احنا مسؤولين عن المواطن المصري من اول ما يقوم من النوم لغايه لما يروح ينام تاني، فبالتالي كل خدمات بنقدمها للمواطن. عشان كده احنا شغالين على تدريب وتأهيل الكوادر البشريه اللي موجوده عندنا في وزاره التنميه المحليه بما يزيد عن 6000 فرصه تدريب لمنسوبي الوزاره، بالاضافه الى خطتنا في تجديد قيادات الاداره المحليه ويعني تعيين ورفع كمان وترقيه المتميزين عندنا. واكبر شاهد على ده الحركه اللي تمت من 12 يوم، ودي كانت احدث حركه بحيث انها ضخت دماء جديده حوالي 54 قيادة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء. كذلك احنا كمان ترقية 67 قيادة موجودة عندنا من صف ثاني وصف أول إلى الدرجة الممتازة، كمان وصل إلى سكرتير عموم مساعد وسكرتير عام من السيدات في الغربية وسكرتير مساعدين في اسكندرية وفي أسوان وفي الأقصر وفي غيرها من محافظات المصرية. احنا شغالين على الأرض على التوازي في كل الملفات بحيث ان احنا المستهدف، خاصة ان احنا النهاردة داخلين في التحول الرقمي وداخلين كمان في صحيح. يعني بتعملوا في سياقين، سواء كان سياق تنفيذي أو سياق إداري، فكرة رفع كفاءة الموظفين وأيضا رفع كفاءة البنية التحتية في كل أنحاء الجمهورية. كل الشكر ليك الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. ودلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا، تفضلي لميا. شكرا لك منا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع موريتانيا. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الدفاع الموريتاني حنان والسيدي. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تسلم رسالة نصية خطية من الرئيس الموريتاني تضمنت التأكيد على تعزيز علاقات التعاون، خاصة على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الوضع على الخطوط الأمامية الشرقية البلاد يزداد صعوبة مع تكثيف القوات الروسية هجومها. وفي خطاب له قال زيلنسكي أن القوات الروسية زادت في العمليات الهجومية على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى للحرب في 24 من فبراير الجاري. اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط بخموت برغم خسائرها، كما تحاول خرق الخطوط الدفاعية في ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني. يأتي ذلك فيما أعلنت قوات موالية لروسيا تحرير بلدة ساكو وفانديزي الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك.
أعلنت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، كما هددت باستخدام القوة النووية الساحقة في أي مواجهة مستقبلية. وفي بيان لها، قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية إن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة ودول بالمنطقة دفعت الوضع إلى أقصى الخطوط الحمراء، مما يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة. دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان لإضراب عمالي عام يوم الأربعاء المقبل على سائر الأراضي اللبنانية، وشدد المجلس على ضرورة الضغط لإعادة تشكيل السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء ووضع خطة تعافى اقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية. كما دعا المجلس كافة الاتحادات التابعة له للمشاركة في هذا اليوم وجعله يوما وطنيا وتعبيرا عن الرفض القاطع لكل ما وصفه المجلس بسياسات الإفقار والتجويع. وأكد المجلس أن أهم مطالب الإضراب هو توقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 4.5 و4.75% لكبح الضغوط التضخمية التي يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة. وعقب قرار رفع الفائدة مباشرة، تراجع مؤشر داون جونز الرئيسي بالبورصة الأمريكية في التعاملات المتأخرة بمقدار 337 نقطة ليصل إلى مستوى 33,748 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 20 نقطة مسجلا مستوى 4055 نقطة. رياضيا، تأهل النادي الأهلي إلى الدور الربع النهائي بكأس العالم للأندية بعد فوزه الكبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد طنجة الكبير، وذلك في إطار الدور الأول بمونديال الأندية والمقام في المغرب حتى 11 من فبراير الجاري. سجل ثلاثية الأهلي كل من حسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو بالدقيقة 86. وسيواجه الأهلي في دور ربع النهائي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي يوم السبت المقبل على ملعب طنجة الكبير، علما بأن الفائز منهما سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل. تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بعدما قرر فوزه على نوتنغهام فورست بهدفين دون رد في مباراة الإياب في أولد ترافورد، وتفوق يونايتد بذلك في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5 أهداف دون رد ليتأهل لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية في استاد ويمبلي في 26 من فبراير الجاري. مشاهدينا، انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود متحور جديد لفيروس كورونا. وزارة الصحة قالت ان اعراضه عبارة عن كحة ورشح وارتفاع في درجة الحرارة، وان البروتوكول العلاجي قادر على مواجهته. ايه حكاية المتحور الجديد ده؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. دكتور، بداية كده، بالفعل في متحور جديد لفيروس كورونا، ولا يعني احنا مخدودين وبنقول ان في ان المتحور اكس بي بي 1 ده كان موجود من قبل كده واحنا ما كناش عارفين عنه حاجه؟ حضرتك، طول ما في كورونا وطول ما في فيروسات بصرف النظر عن مسمياتها هيبقى في متحورات. صحيح. دي ظاهره تمثل يعني خاصية للفيروسات إنها بتتحور. طبعا.
وانا دايما بقول لو احنا شفنا دايما فيروس الانفلونزا الموسميه هنجد ان كل سنه لما بيطلع التطعيمات بتبقى مختلفه عن السنه اللي قبليها. نعم. ليه؟ لان هذه خاصيه من خصائص الفيروسات. نعم. يعني احنا ما نقلقش لما نسمع كل شويه ان في متحول جديد بصرف النظر عن المسميات. واحنا شفنا الثلاث سنين اللي فاتوا على مدى ازمه كورونا العالميه وطبعا كانت موجوده في مصر ان كل شويه بيتكلموا عن متحول جديد. نعم. وعشرات المتحولات. طبعا. احنا طبيا ووبائيا اللي يهمني المتحول الجديد ده بصرف النظر عن اسمه. درجه انتشاره ايه؟ عدد الحالات اللي بتصاب بيه قد ايه؟ نعم. ايه الاعراض بتاعته؟ في اختلاف بينها وبين الاعراض القديمه ولا لا؟ نعم. في مضاعفات بترصد ولا لا؟ استجابته للادويه اللي احنا بنستخدمها للحد من هذه الاعراض. طب احنا عايزين اجابات للتساؤلات اللي حضرتك قلتها دي. الحالي في مصر بيشهد بعض الزياده الطفيفه في اعداد المصابين، مش كتير قوي لكن موجود. وخليط اخر من الفيروسات وده الموسم بتاعها. مع تقلبات الجو اللي احنا شايفينها مع البرد الشديد ثم ساعات ايام دافيه وهكذا فمفيش قلق. نعم. لان الوضع الوبائي مرصود بدقه شديده جدا والحمد لله زي ما انتم شايفين وحضراتكم بتساعدونا في هذا مفيش فيه شفافيه شديده. صحيح. الحاجه اللي موجوده بنقولها حمايه للبلد وحمايه للناس من اي مشاكل. نعم. طيب دكتور يعني احنا بنتكلم على متحور زي ما حضرتك ذكرت يعني بعيدا عن الاسماء لكن ما يقال ان هو متحور من احدى سلالات اوميكرون وهو سريع الانتشار بشكل اسرع من الاوميكرون فعاوزين نعرف كيف يمكن الوقايه من هذا المتحور في هذا الوقت الحالي تحديدا يعني وخصوصا ان مع يعني البرد اللي احنا او موجه البرد اللي بتمر بيها مصر حاليا بيكون في انتشار للانفلونزا الموسميه العاديه فازاي نقدر نفرق في الوقت ده تحديدا ما بينهم واقي نفسي ازاي؟ تمام يا فندم التفرقه هتكون اكلينيكيه ومعمليه. نعم. يعني الاطباء هم اللي بيقدروا يفرقوا بالاعراض لكن هذه الاعراض اللي حضرتك قلتيها واللي احنا شايفينها بتتماثل تماما مع اعراض كل انواع الفيروسات التنفسيه. صحيح. عندنا عدد ضخم جدا من الفيروسات التنفسيه معظم الاعراض بتتشابه. نعم. السؤال هو اكثر انتشارا لو تفتكروا حضراتكم نفس فيروس كورونا كان اكثر انتشارا من الفيروسات الاخرى. نعم. والانواع الاخرى بما يعني ايه اكثر انتشارا؟ يعني مثلا لو واحد مصاب وعنده احدى هذه الفيروسات وحواليه 5-6 يستطيع ان ينقل هذا الفيروس لكم واحد؟ وبسرعه ولا لا؟ واحنا قلنا زمان قوي لو كان فيروس الانفلونزا بينتشر لاثنين ثلاثة الفيروس كورونا كان بينتشر ل5-6. نعم. وجه متحور اوميكرون انتشر ل7-8 وهكذا. يبقى اذا السؤال المهم اللي حضرتك قلته احنا لازم نحترس. صحيح. لان لو واحد جاله هذا الفيروس او فيروسات اخرى يجب ان يعتكف ويقعد في البيت شويه ويلبس كمامه وما يعتص او يكح قدام الناس حتى لا ينقل العدوى الى افراد اسرته اولا والى المخالطين ليه ثانيا. وطبعا احنا درسنا نص سنه كل سنه وحضراتكم طيبين. صحيح. انما في اثناء الدراسه لو نزل طفل او طالب جامعي وهو عنده هذه الاعراض وركب الاتوبيس او المترو وراح الفصل او راح الجامعه وقعد يعطس ويكح عدا كل المخاطين هيعدي عدد اكبر من الناس. نعم. ستك بتسال نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اي حد يجي له هذه الاعراض التنفسيه مفروض زي ما قلت لحضرتك يقعد في البيت 3-4 ايام حتى تقل الاعراض ويعمل اجراءات الاحترازيه البسيطه قوي اللي هي بنقول عليها اذا عطس او تكح ما يكونش في وجه الناس
يلبس كمامة. كل دي حاجات بسيطة جدا، وطبعا غسل الأيدي والكلام اللي كنا بنقوله زمان هو نفسه. الإجراءات الاحترازية البدائية يعني. وبعدين احنا في هذه الحالات احنا بنعالج الأعراض. إلا لو الحالة تحتاج أدوية ضد الفيروسات بنديها حتى نقلل من الأعراض التي يعاني منها المريض. هو ده سؤالي دكتور، هو احنا بنستخدم نفس البروتوكول اللي احنا وزارة الصحة أشارت به في العلاج من فيروس كورونا، أو البروتوكول الأخير اللي أشارت به، ولا في تطور في استخدام لقاح مثلا مختلف، أو يكون دواء مختلف لهذا الشكل من الفيروس أو لهذا المتحور من الفيروس؟ لا يا فندم، الأعراض اللي احنا زي ما قلت لحضرتك العلاج بيشمل أدوية للأعراض التي يعاني منها المريض. وفي بعض الأحيان أو المجموعة من الناس اللي عندهم قابلية للمضاعفات، وإحنا قلناها دايما طبعا، في الحالة دي بنديهم أدوية الفيروسات المتاحة حاليا خصوصا في الخمس أيام الأولى حتى نقلل من أي احتمالية لمضاعفات. وإحنا بنقلق ليه؟ بنقلق عشان ما يحصلش ان الفيروس ينزل على جهاز التنفس السفلي او تحصل اصابه بكتيريه ويؤدي الى التهابات شعبيه او التهابات رئويه. هي دي اخطر حتتين موجوده في هذا الاتجاه. والتطعيمات اللي سالتك سالت عليها او اللقاحات متاحه بكل انواعها. واللي احنا بننصح دايما الناس اللي عندهم اكثر عرضه للمشاكل او المضاعفات، واحنا قلناهم كثيرا يعني، مفروض ياخدوا هذا التطعيم. لو هنتكلم على التطعيم دكتور محمد، لان تحديدا دلوقتي في عدد من اللقاحات المعدله، ايه الفرق ما بين اللقاحات المعدله واللقاحات اللي تم تناولها؟ وهل حاليا، انا هقول كشاب لان احنا بنتكلم على مجتمع قوامه بنتكلم في 60% منه شباب، هل لازم ياخدوا جرعه ثالثه ورابعه، او اللي خد الثالثه هل محتاج اللي هو ياخد رابعه، ولا في غنى عنها طالما يعني ما فيش حاله انتشار او حاله جائحه زي ما كان في الماضي؟ اللقاحات المعدله هي نفس اللقاحات بتاعه كورونا، مضاف اليها نوع من الاضافه عشان متحور اوميكرون وتفرعاته او متحوراته. والوزاره هتوفر هذا، بس زي ما قلت لحضرتك مش كل الناس هتحتاج هذا التطعيم. الاولويه او الاهميه كبار السن والامراض، يعني مثلا بعض الاطفال اللي عندهم بعض الامراض هذا اللقاح متاح ليهم، بعض الناس اللي هم كبار السن اللي اكثر من 65 سنه، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، في ناس عندها امراض مزمنه في الجهاز التنفسي زي حساسيه الصدر او السده الرئويه او الانسداد الشعبي الهوائي المزمن او اورام او سكر او ضغط او في بعض مشاكل اخرى. فدي الفئات اللي هي مستحب جدا ان ياخذ هذا التطعيم، والوزاره هتعلن عن هذا حتى لا يحدث لهم. هو خلاص الفيروس هيجي، لكن اللي هيجي له يعني، لكن احنا بنمنع المشاكل او المضاعفات عن طريق هذا التطعيم. هو بيقلل، ما بيمنعش 100%، لكن يقلل المضاعفات القطيره. ونفس الشيء بتاعت ادويه الفيروسات المتاحه بتساهم جدا في تقلل المضاعفات وتقلل الاحتياج لدخول المستشفيات. يعني اذا الوضع في مصر مستقر، لا داعي للزعر، لان الحمد لله يعني الامر او الامور على ما يرام، لكن لابد من توخي الحيطه والحذر من المصابين حتى لا ينقلوا العدوى الى يعني الاشخاص الاخرين. بنشكر حضرتك. المصابين باي نوع من الفيروسات، سواء فيروس كورونا او الانفلونزا الموسميه او الفيروس المقلاوي او عدد كثير جدا. يعني انا بشعر حضرتك الصوره المجتمعيه بتبقى باينه. يعني الناس بتبقى حاسه هل في زياده فعلا في الاصابات ولا ما فيش. الرصد القومي بيقول في زياده بسيطه لكن ليست سريعه او ليست كثيره. احنا شايفين المرضى قدامنا نفس الشيء. ويمكن لحد دلوقتي ما فيش قلق. صحيح. لكن زي ما بنقول دايما حضراتكم منصه مهمه جدا للتوعيه بالوقاية ومنع المضاعفات والحد من انتشار هذه الأمراض
في المجتمع. وده دورنا وواجبنا دكتور، واحنا بنشكر حضرتك، ويمكن خير دليل على ده ان الحمد لله الوضع مستقر داخل المستشفيات، وده اللي بيأكد ان الوضع الصحي في مصر كويس. بنشكر حضرتك الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الوقاية والصحة. كل الشكر لحضرتك يا دكتور. المتحف الوطني بدمشق قدم أو قدر أنه يجمع مرة تانية عشرات القطع الأثرية اللي كان تم تهريبها للخارج في وقت الحرب، وحالياً بيتم عرضها أمام الزوار في المعرض اللي بيضم العديد من القطع التراثية النادرة. تعالوا نشوف التقرير ده. عرض المتحف الوطني بدمشق للزوار عشرات القطع من الآثار المستردة من لبنان والعراق والأردن. مجموعة من القطع اللي تعد من أهم القطع بالألف الأول قبل الميلاد، منها نصب حجري يرجع للألف الأول، ومجموعة من النقود المعدنية الفضية والبرونزية كمان ألف الأول قبل الميلاد، مع تماثيل حجرية كتير مهمة بفترة بعصر البرونز القديم الألف الثالث قبل الميلاد، وأختام أسطوانية مهمة من حيث المادة والمشاهد الموجودة عليها. الحرب في سوريا والمستمرة منذ 11 عاماً كان لها تأثير سلبي على الآثار التاريخية في سوريا، حيث دمرت الجماعات الإرهابية بعضها وسرق المهربون عدداً آخر منها. حوالي 35 ألف قطعة تم استردادها ما بين صغير وكبير، يعود لفترات زمنية مختلفة طبعاً، والعديد منها دخل بعمليات الترميم الفني من أجل إعادتها لما كانت. هي عملية طويلة ويتم فيها أيضاً تواصل مع الجهات في الخارج وإقامة دعاوي من أجل إعادة هذه القطع وعودتها إلى الوطن. وطبعاً هناك العديد من القطع في المتاحفنا تم إعادتها عن طريق القطر اللبناني الشقيق والقطر والمملكة الأردنية، وفي بعض القطع تم إعادتها من العراق. وتحاول الحكومة السورية استرداد معظم القطع الأثرية المسجلة لديها. صباح على حضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين في فقراتنا في صباح الخير يا مصر، والحديث الآن عن الأهلي وما صنعه الأهلي من انتصار وإنجاز بالأمس، لأن الأهلي فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في مباراة كانت غاية في الروعة، قدر من خلالها أنه هو يعني يقدم مستوى جيد يصعد به للدور القادم للقاء بطل أمريكا. خلونا نعرف التحليل الفني لماتش الأهلي والماتشات اللي جاية مع ضيفنا الناقد الرياضي سعيد علي. صباح الخير يا سعيد. صباح النور عليك أستاذ أحمد، أهلا بيك. يعني عاوز أعرف تابعت المباراة امبارح إزاي بقى بعيون الناقد الرياضي؟ يعني جمهور كلنا اتبسطنا، كلنا كنا بنسقف للأهلي وإحنا كمان تابعنا كجمهور أيضا قبل ما نكون يعني بنحلل أو بننقد المباراة، لكن في الحقيقة هي كانت بداية قوية جدا من النادي الأهلي، قدم فيها الشكل اللي انتظره الجمهور واللي اعتاد عليه الجميع في بطولة كأس العالم للأندية وافتتاح مشوار النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. يمكن تصريحات أوكلاند سيتي قبل المباراة كانت متوقعة يعني من الجهاز الفني لنادي أوكلاند سيتي، متوقع النادي الأهلي يكون شرس لأن النادي الأهلي أكثر تمرسا في بطولة في هذه البطولة. المباراة المقبلة النادي الأهلي هيبقى 20 مباراة في كأس العالم والمرة الخامسة على التوالي، المرة الخامسة بيلعب في أكثر تمرسا برغم أن أوكلاند سيتي أكثر مشاركة؟ بالتأكيد، لكن الأهلي أكثر تمرسا لأن الأهلي بيصل للدور قبل النهائي، بيحصل على برونزية ثلاث مرات، فبالتأكيد نادي الأهلي حقق نجاحات أكبر، لكن أوكلاند بيبقى ضيف شرف طول الوقت وهو مدرك ده والمدير الفني صرح بده، فكانت بداية متوقعة. لكن الجميل في نادي الأهلي أمس أنه لم يستهين بالمباراة بالمرة، بلعب بجدية، واضح جدا أن مستر مارسيل كولر جهز اللاعبين نفسيا بشكل جيد، خلاهم مركزين طول الوقت، متحفزين جدا جدا، لأن في حالة تانية ربما كان يكون في بعض التهاون، بعض التراخي، عدم التعامل بجدية، فكان ممكن يدخل خصم هو شايف نفسه
طبعا. قبل الجميع انه اضعف منك وانه اقل منك، لكن يحسب لمارسيل كولر ويحسب للاعيبه النادي الاهلي انهم لعبوا 100% من عندهم، لعبوا بكامل طاقتهم، تركيز كامل طوال احنا شفنا ده. بس يمكن بدايه المباراه كنا حاسين ان الاهلي يقدر يعمل احسن من كده، برغم ان احنا شفنا قد ايه كان الوضع كويس جدا وكل حاجه، لكن بدايه المباراه كان الاهلي نقدر نقول ان هو مش هنقول يعني خلينا نقول الاداء كان هادي، مش بالشكل اللي كنا متوقعينه، برغم ان الاحصاءات بتقول ان احنا معانا او اجمالي احصاءات المباراه ان احنا معانا 21 تسديده للاهلي، اوكلاند سيتي كانوا 3 تسديدات بس. لما نيجي نقول المرمى او الخطوره الحقيقيه لاوكلاند سيتي يمكن هم راحوا عند الشناوي مره واحده، احنا 7 هجمات وصلت للمرمى عند اوكلاند سيتي. الاستحواذ درجه الاستحواذ احنا كنا 57% وهم كانوا 43%، وعلى ده السياق او على ده الحال الارقام في صالحنا، ولكن احنا كنا عايزين اكتر في البدايه على الاقل. تمام، خليني اقول مع حضرتك ان يمكن لحد تسجيل الهدف الاول للنادي الاهلي كان في بعض الصعوبات ودي ليها اسباب. السبب الاول والرئيسي اللي انا بشوفه سبب متعلق بطبيعه الخصم نفسه، انك بتواجه خصم بيدافع بمنظومه العشره تحت الكوره، بمعنى ان الجميع في التلت الاخير من الملعب، في ده بيضيق المساحات وبيخلق صعوبات كبيره جدا جدا. فحتى انت لما تيجي تشوف مباريات النادي الاهلي في بطوله الدوري العام امام اضعف الخصوم وانديه القاع بيواجه صعوبات كبيره جدا جدا. صحيح. فده نادي مش هتحسبه من انديه القاع في مصر، فهتحسبه على الاقل في انديه متقدمه شويه. فاكيد اكيد احنا مش بنلعب هوا، بنلعب خصم ايضا مستعد ومتحفز وعنده رغبه، فكان بيدافع بشكل منظم. السبب الاخر كان متعلق بالنادي الاهلي، كان في بعض البطء في الخروج بالكوره، بعض البطء في القرارات عند عدد من اللاعبين، كان في تحركات ما تمتش بشكل كويس بمجرد ما بدا يتم تسريع اللعب بشكل اكبر، تنفيذ افكار مارسيل كولر اللي ظهرت بشكل اكبر اللي هي فكره اللامركزيه في تبادل الادوار، عدم التقيد بالمركز. يعني الهدف الاول جه ازاي؟ ان حسين الشحات ساب الخط تماما، واللي هو الجناح الايمن اصبح بيتسلم الكوره في الناحيه الثانيه خالص من الجناح الايسر على بعد 2 متر، فهنا حصلت عمليه تحرر كامله. حصل عمليه تبادل ادوار، عمرو السوليه اللاعب الوسط هو اللي اخذ مكان الجناح، فعمليه اللامركزيه دي خلقت الفرصه وسجلنا منها الهدف الاول، وبالتالي قدرنا نعمل. السوليه كان جنبه حمدي فتحي، وشفنا كان في لعب هجومي بيعتمد على يمكن فكره محاصره اوكلاند في نص الملعب تحديدا. شايف اعتماد يعني على حمدي فتحي والسوليه وغياب قفشه دي حاجه كانت الأول على الأقل اضافه في التشكيله الاساسيه حتى على الالف الاول؟ شوف استاذ احمد، انا لاول مره اتفق مع مدير فني للنادي الاهلي يبدل طريقه اللعب ويعتمد على 4-3-3 ويعتمد على نفس العناصر اللي هي بمواصفات اللاعب الوسط التقليدي، مش لاعب الوسط المهاجم، مع مارسيل كولر فقط. يعني انا طول الوقت كنت مع ريني فايلر ومع موسيماني ومع اي حد قبلهم لما كان بيلعب بثلاثيه اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، كنت بختلف جدا، لان طبيعه ادوارهم نمطيه وظيفيه، ما فيش حد فيهم مبتكر، ما فيش حد فيهم مبدع، ما فيش حد فيهم قادر يعمل الاختراق، ما فيش حد فيهم بيعمل الاضافه الهجوميه بالشكل الكامل. لكن مع كولر واضح جدا توظيفهم هجوميا عالي جدا، وده بسبب حاله اولا تحفظهم ازاي يتحركوا. هو يعني هو احنا شعرنا ان كولر بيلعب شطرنج، عارف بيحرك الناس ازاي، بيتبادلوا الادوار مع بعض ازاي، بنشوفهم قد ايه هم فاعلين او بيتواجدوا في اماكن فاعله جدا. فهنا 4-3-3 مع كولر اختلفت تماما عن كل مدراء الفنيين للنادي الاهلي في وقت سابق، اصبح لعيب الوسط لهم ادوار كبيره جدا. كمان فكره الكثافه العدديه اللي بيحققها طول الوقت. صحيح. يعني يمكن كان حمدي فتحي وعمرو السوليه في الطرق القديمه ال 4-3-3 القديمه كان دايما تحت الكوره، لكن دلوقتي بنشوفهم في مناطق متقدمه جدا. كمان بيساعدهم المركز الجديد لحمدي فتحي رقم 10 بالظبط. حمدي فتحي لا حمدي فتحي بيزيد كمهاجم تاني طول الوقت، بيدخل الصندوق لان هو لاعب ذكي في الاختراق ولاعب جيد جدا في الكرات العاليه، فبيقدر يبقى بيساعد زمايله او بيتحول لمهاجم تاني، فبالتالي بيقوم بالدور ده بشكل كويس. يمكن كمان ساعدهم اكتر في مباراه اوكلاند، وده ممكن يحصل قدام الانديه اللي شبه اوكلاند، ان الظاهرين متقدمين طول الوقت، محمد هاني وعلي معلول طول الوقت متقدمين في المنطقه في الثلث الاخير من الملعب، فده بيعمل كثافه كبيره وعدد كبير في الثلث الاخير، فبيديهم فرصه اكتر للاعبي الوسط ان هم يدخلوا ال 18 يتبادلوا الدور مع الجناح، فكانوا فاعلين جدا جدا. وبشوفها انها نقله حقيقيه
لنادي الاهلي البناء على طريقه 4 3 3 الجديده مع اضافه عناصر اكثر قوه هجوميا، لان احنا متعودين على انهم عناصر نمطيين شويه، لكن لما يدخل حد شبه احمد القندوسي الصفقه الجديده للنادي الاهلي والبناء على هذا الشكل، اعتقد ان النادي الاهلي هيتحول بشكل كبير جدا. واحنا تاخرنا مستقبلا بالظبط، واحنا تاخرنا جدا في الانتقال لهذا الاسلوب، واعتقد ان هيكون ليه الاثر على كل الانديه. اذا نجح كولر في تثبيت هذا الشكل وتطويره، كل الانديه المصريه ستتطور، والمنتخب المصري انا بشوف من دلوقتي ان ما قرره ما فعله جوزيه مع الاهلي وافاد المنتخب المصري يستطيع كولر فعله في هذا العصر وتحقيقه مع النادي الاهلي ثم منتخب مصر. طيب هنعرف التفاصيل دي، بس خلينا نرجع للمباراه امبارح ونتكلم عنها اكتر، وانا عايز اعرف قصه متخيل ازاي كولر هيقدر يساهم في تطوير في شكل المنتخب، بس خلينا نخلص نقطه نقطه عشان ما يخرجش مننا صحيح. الموضوع لو جينا امبارح ونقول ان محمد شريف وكولر اللي معروف عنه انه بيسمع كلام مخه فقط ولا لا يخضع عليه الاراء اللي حواليه، هل انت كنت شايف ان هو بيخاطر بمحمد شريف امبارح؟ احنا ناس كتير جدا بتقول على سواء النقاد او مواقع التواصل الاجتماعي ان محمد شريف ساعات بيبقى مركز جدا وبيبقى فت جدا في بعض المباريات، وفي بعض المباريات الاخرى قد يكون مش في الفورمة زي ما بيتقال عليه. المراهنه عليه امبارح وان هو يبقى رجل المباراه كمان، وان يبقى الجون هو اللي عمل يعني الفتحه الكبيره اللي احنا شفناها، فده كان يعني رؤيه مستقبليه كده من كولر، ولا هي جت كده هو شاف ثقه من كولر فادى اداء وخلاص؟ لا، انا بشوف ان كولر يعني راجل دارس كل حاجه بيعملها، ومن البدايه تصريحاته السلبيه او البعض انتقدها تجاه محمد شريف كانت تصريحات استفزازيه، ان هو بيحاول يطلع افضل ما لديك، وهو صرح وقال ان انا قعدت مع شريف وجبت له اهداف وقلت له هو فين الراجل ده، انا مش عايز منك غير الراجل ده، غير محمد شريف اللي انا اللي اهدافه كانت بتحصل الموسم الماضي. فاعتقد ان هو كان بيحاول طول الوقت يطلع افضل ما لديه، وده اسلوب متبع من اكبر المدراء الفنيين، بينجح مع بعض اللاعبين وبيفشل مع لاعبين اخرين، وده بترجع لنوعيه اللاعب وعقليته. وانا بشوف محمد شريف واحد من افضل اللاعبين المصريين على مستوى العقليه صحيح. بمعنى انه طول الوقت سواء على دكه البدلة في الملعب عمره ما افتعل اي خلاف مع اي مدير فني او مع اي لاعب او مع اي طرف، رغم ان محمد شريف ظلم في فترات كبيره جدا، وجزء من ازمه الثقه اللي تعرض ليها واللي عاشها سببه الرئيسي اللي عمله معاه كارلوس كيروش مع المنتخب المصري فتره تواجده، انه ما يضموش للمنتخب رغم انه كان هداف افريقيا وهداف النادي الاهلي، ولما ضموا لعبوا 7 دقائق او 8 دقائق في البطوله العربيه ووظفوا في مركز غير مركزه، كل هذه العوامل اسهمت في زعزعت ثقته. عذرا، عايز تقول لي ان كولر ما كانش بيجرب؟ هو كان عارف ان ده هيكون رد فعل شريف؟ طبعا. هو ما كانش واخد الريسك ومستني يشوف يا ترى رد فعله هيبقى كذا ولا كذا زي ما حضرتك بتقول؟ لا طبعا، انه البعض قد يستجيب والبعض ممكن، واذا لم يستجيب، لو اذا لم يستجيب عادي جدا في مدرسه المدربين العظام او المدربين في مباراه زي امبارح واحنا بنقول ان احنا عايزين ندخل ونبقى فايزين ومستريحين عشان ندخل المباراه اللي بعدها، واحنا هو واثق ان شريف جاهز، واثق ان شريف واثق في مرحله استعاده الثقه بعد هدفين وفي مباراه القمه بالشكل الجميل اللي سجل بيهم، فهو متاكد جدا انه في مرحله بيستعيد فيها ثقته وثقته بتعلى من تاني. طب ده شريف. طيب فيما يخص الدقيقه 86 تحديدا والهدف الثالث للنادي الاهلي بقدم بيرستاو، الكل كان بينتقد بيرستاو، اصابات كتيره، اداء مش متوقع، وكان يمكن نادي سان داونز كان بيطالب بان هو يستعيره مره ثانيه او يتعاقد معاه، ولكن كولر رفض رغم كل الانتقادات اللي كانت بتقول لا مشيه ونستفيد بفلوسه، كولر رفض وراهن عليه، ويمكن الرهان امبارح كان في محله. شايف ان ده كان رهان فعلا في محله ولا كان حظ بس هو اللي حالفه في هذه المباراه؟ اداء بيرستاو شايفه ايه؟ طيب بيرستاو انا يعني وفي هدف الامس بالتحديد يعني بيختصر قيمة هذا اللاعب، هو فعلا جودة أعلى من لاعبي الدوري المصري فعلا، هو عنده الملكات والقدرات اللي تخليه في دوري أعلى وأنه يبقى متواجد في أوروبا، لكنه الإصابات فقط هي اللي حرمت النادي الأهلي من واحد من أهم اللاعبين. وخلينا نتكلم عن الهدف بشكل تفصيلي، أن من الصعب أنك تلاقي لاعب شارك في كل مراحل اللعب في لعبة واحدة، بمعنى أن بيرستاو تسلم الكره من الظهير الايمن في منتصف الملعب محمد هاني، ثم عمل الدريبل وعمل الباص
مع لعيب الوسط وقام بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التطوير، تطوير الهجمة، فاخترق من العمق وبعدين هو اللي أنهى الهجمة. يعني عملت ثلاث مراحل: بناء، تطوير، إنهاء. وده صعب جدا، يعني صعب جدا اللاعب يشارك في كل مراحل اللعب وفي النهايه هو بينهي الهجمه. وكمان عمل واحد من افضل التحركات، يعني هو لما عمل الباص لكهربا وانت تبص على وضعيه جسمه كويس وهو وشه ناحيه دكه البدلاء يعني بره اللعبه خالص، ازاي في لحظه عمل الدوران وراح اتحرك في المساحه عشان يعمل الاوفر لاب مع كهربا. خلي بالك الاوفر لاب دي اللي هو بتتحرك من ورا زميلك، كهربا لعبه حلو بكعبه. دي واحدة من الأفكار اللي بيربوا النشأ عليها طول الوقت، دي واحدة من أهم الأفكار في كرة القدم. فهو إزاي يبقى بعيد ويعمل الدوران عشان يروح ياخد في المساحة، ده وعي، ده يعني دي ما حصلتش كده ارتجالي ولا عبثي. وخليني أقول لك إن بيرسي تاو واحد من أذكى الناس في التحركات، ذكي جدا في تحركاته وكمان إنهائه مش محتاج أتكلم عليه، إن أنت شفت قد إيه هو إنهاء الهجمة كان جميل، هو فعلا جودة عالية جدا جدا، لكن أنت بتتصاب كل يومين ثلاثة، فدي المشكلة. الأزمة الحقيقية في بيرسي تاو إنه غير قادر على الاستمرارية بسبب الإصابات، لكن لا خلاف أبدا صحيح على إنه جودته عالية جدا 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 وأعلى من الدوري المصري كمان. يمكن نقول إن دايما المونديال، كأس العالم للأندية أو كأس العالم بصفة عامة، بيبقى فرصة كبيرة لتحقيق الأرقام القياسية وكسر الأرقام القياسية. ونقدر نقول إمبارح إن النادي الأهلي كعادته دايما في المشاركات ما شاء الله ربنا يزيد، كانت فرصته امبارح ان هو وكسر العديد من الارقام، انتصار السابع في المونديال كاس العالم، المباراه 19 في كاس العالم، الشناوي بقى بيعادل رقم يعني اكرامي وعبد الحميد، عندنا حاجات كتير جدا حصلت امبارح. كل التوفيق ومستنيين المباراه الجايه نقدر نكسر فيها ارقام اكتر واكتر. كل شكر ليك الناقد الرياضي سعيد علي، نورتنا وشرفتنا، اهلا وسهلا. شكرا لك استاذ. شكرا لك استاذ احمد. طيب مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل سريع، لكن فقرات صباح الخير يا مصر متواصلة مع حضراتكم حتى العاشرة صباحا، انتظرونا. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. 1.5 مليون زائر لمعرض القاهره الدولي للكتاب في نسخته ال 54 لغايه دلوقتي، حاله من الزخم الثقافي الكبيره اللي عملها المعرض جنب حجم مبيعات قياسيه عملتها دور النشر والاتفاقيات واللقاءات اللي تم عقدها مع المعارض العربيه والاجنبيه اللي بيستضيفها المعرض. كل التفاصيل دي هيكلمنا عنها الاستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين. صباح الخير على حضرتك استاذ سعيد. اهلا وسهلا. صباح الفل الله عليكم وعلى جمهوركم الكريم. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب نقدر نقول ان عاده ما بيكون معرض القاهره الدولي للكتاب السوق الكبيره جدا لكل الناشرين سواء المصريين او العرب، لكن نقدر نقول ان السنه دي برغم ان كان في تخوف شديد قبل بدايه المعرض من الاقبال الجماهيري والاسعار ويا ترى الناس هتقدر تشتري كتب ولا لا، لكن احنا شفنا ان المعرض السنه دي كان نافذه طيبه جدا او متنفس طيب جدا للناشرين برغم قلقهم. حضرتك شفت ده بنفسك. والمعرض السنه دي يمكن يعني حدث ما حدث السنه دي قبل المعرض حدث قبل دوره عملناها استثنائيه في كورونا. يعني يمكن احنا كان التحدي وقت كورونا، كنا اول صحيح دوله عملت معرض استثنائي في غير الميعاد في شهر 6 تقريبا، والناس يعني كانت مش متوقعه انه المعرض يشتغل، وحتى الناشرين الحقيقه كان يعني في عزوف عن المشاركه. نعم. وفي اخر لحظه اشترك العدد كبير وحقق نجاح كبير جدا. معرض القاهره له خصوصيه، يعني اللي بيقول كده يعني الحياه يعني مخالف للحقيقه. معرض القاهره دي اكبر تظاهره ثقافيه عربيه او يعني بتقدم الكتاب العربي على مستوى العالم من حيث عدد الزوار، من حيث عدد المشاركين، من حيث مدة المعرض. فترة المعرض دي يمكن أكبر فترة بتتم على مستوى المعارض في العالم. ما فيش معرض، هو المعرض بيبقى أسبوع 10 أيام على الأكثر، إنما بيقعد أسبوعين دي صعبة يعني. صحيح. إضافة لأنه يعني طبعا الكثافة العددية بتاعت مصر مش متوفرة في أي دولة في المنطقة العربية. الرغبة في القراءة على فكرة ما زالت موجودة وبيؤكدها المعرض،
سنة بعد سنة أنه الكتاب الورقي ما زال موجود وعليه طلب، رغم ما نمر به من أزمات طبعا شديدة على مستوى العالم وعدم توافر الخامات والكلام ده كله. فالحمد لله يعني حتى الآن المعدل عدد الزوار عدد كبير جدا، عدد رقم المبيعات الحقيقة أنا هقول لحضراتكم أنه ما شفناهوش من أيام مدينة نصر ما شاء الله. لم تحدث يعني في حالة من الرضا لدى، يعني دايما بيبقى يعني في ناشرين ما بيفضلش، أرقام المبيعات هي اللي بتحدد يعني تمام. قد يكون عدد الزوار كبير ولكن قوته الشرائية ضعيفة، ولكن أرقام المبيعات هي اللي تقول مدى بالزبط. نجاح الناشرين في الوصول لأذواق الناس ومدى إقبال الناس على الشراء. من أول دورة في التجمع الخامس في المنارة الحياة اللي بيروح المكان بيبقى قادر وراغب وقرار الشراء بيبقى جاهز، بس المهم انه يلاقي المحتوى اللي هو بيرغب او بيحقق له اشباع يعني. فالحمد لله ارقام مبيعات عاليه جدا. في حاجه تانية انه ده سوق الكتاب فيه تبادل، في ناشرين عرب بيجوا يشتروا من الناشر المصري او الناشر المصري بيصدر للدول العربيه او غيرها في عقد اتفاقات وكالات، في بيع حقوق ترجمه لاول مره من العربيه او من الكتاب المصري لدول العالم. نعم. كان دايما احنا بنشتري حقوق ترجمه، كل دي الحياه يعني. وبعدين التواصل مع عدد الكبير من الدول الاجنبيه المشاركه طبعا ده له اثر في التبادل الثقافي بيننا وبين بعض، لانه ما دام الثقافه موجوده تقدر تبني اي حاجه بعد كده في العلاقات الخاصه بين الدول. نعم. يمكن البعض كان متخوف من هذه النسخة تحديدا في بدايتها بسبب زي ما حضرتك قلت الظروف الاقتصادية اللي بتضرب العالم كله وكبرى اقتصادات العالم تحديدا، من نقص في الخامات وغيرها وسلاسل الامداد والتوريد الخاصة ب يعني كل منتجات الكتب. يعني لو هنتكلم على الكتب مش هنتكلم على الصناعة بس طبعاً. تحديدا الخامات الخاصة ب يعني اصدار كتاب او بالضبط يعني دور النشر تحديدا. لكن رغم ده شفنا زي ما حضرتك ذكرت ان نسب مبيعات هائله جدا كانت موجوده ما شفناهاش منذ سنوات عديده. السبب في ده وعي وثقافه المواطن وحرصه على الثقافه رغم اي ظروف وتحديات، ولا كان ايضا شريك في المبادرات المهمه اللي طرحتها او اللي طرحت في المعرض السنه دي زي المبادرات الخاصه بالتقسيط او خفض الاسعار اللي يعني كانت بتتم ما قبل دخول هذه النسخه. ودايما النجاح مش بعامل واحد ابدا، يعني هو اكثر من عامل الحياه تضافره انه ازاي تنجح هذه التظاهره الثقافيه. الرغبة الشديدة انه عاوز يعرف، لان هو ده العشر ايام او الفترة اللي بتتم في المعرض الاسبوعين بيطلع فيها القارئ على احدث ما يكون. عاوز انه يشوف اكبر عدد ممكن، عاوز يشوف الكاتب المفضل، عاوز في اكتر من حاجة يعني. بص حضرتك دايما في ناس كانت تقول الفعاليات الثقافية ليها تأثير على انه انصراف الناس عن الشراء، لا بالعكس. انا النهارده لما اشوف كاتب انا بحبه وحابب ان انا اشوف انتاجه، طيب ما انا احب لقائه، احضر له ندوه، هاسمع رايه في ندوه عن شيء معين. الناس اللي بتقول كده دي بتبقى حضرت اصل انا متخيله ان الفعاليات الثقافيه ممكن تسبب رواج زياده وممكن تسبب زياده في المبيعات، ده اللي انا باكده. الناس اللي بتبقى ما راحتش وما شافتش هي اللي ممكن تقول، لانها متخيله ان الثقافه ان احنا بنتكلم بقى لغه صعبه وبنتكلم في كلام دمه تقيل وكده. لا لا لا. لكن اعتقد الفعاليات كلما كانت الثقافيه الحرفيه في تنظيم الندوات دي. انا عاوز بس يعني بعتذر طبعا ده، بس يمكن الصوره اللي احنا بنتابعها دلوقتي وهنعود لسؤال منا، هو في توافد كبير جدا من الشباب. ما هي دي الفعاليات الثقافيه، ما ده سؤال السوشيال ميديا. هي دي الشباب النهارده موجود. هقول لحضرتك، لا الشباب دايما موجود على فكره، مش الدوره دي بس، الشباب دايما موجود وبنراهن عليه. يقول لك الشباب انصرفت عن قراءه الكتاب الورقي واشتغل، لا الصوره تؤكد عكس ذلك. الندوات الثقافية أنا النهاردة أو الفعاليات اللي موجودة أيا كان نوعها أنا باجي أحضر، وبعدين بضطر أن أنا أكمل جولتي في المعرض، لأن المعرض ده محتاج 3 أو 4 أيام عشان تلم باللي بيحصل فيه. في حاجة تانية، في سياحة أنا بعتبرها سياحة ثقافية من الأقاليم
بيجوا مصر عشان المعرض ورحلات من الجامعات ورحلات من المدارس. هذه سياحة ثقافية لا تتوفر إلا في معرض الكتاب. صحيح. من الدول العربية ومن دول العالم بيجي لمقصد أو لغيره، إنما بيمر بمعرض الكتاب وبالتالي بيعمل رواج. المبادرات اللي احنا عملناها في الفترة اللي فاتت، ويمكن حاجة مهمة جدا أنا مش أهمها، إنما كان عنصر جاذب جدا اللي هو لأول مرة في المنطقة العربية أن الكتاب يخش في دائرة التقسيط نظر الظروف الاقتصادية. فبفكر بمعنى إيه بقى التقسيط؟ احنا فكرنا في تحدي الناشرين أنه في مشكلة والأزمة، وقدام الطاقة السلبية اللي تم تصديرها قبل المعرض بفترة مفيش إقبال. طب الكتب هتبقى غالية، طب أسعار كذا أسعار كذا. فأنا اتفقت مع الأستاذ محمد الأتريبي رئيس بنك مصر على أنه الكتاب يخش في دورة التقسيط من خلال الفيزا كارت اللي موجود بالدور النشر. المشاركة في هذه المبادرة بيبقى فيه ليبل موجود، بيبقى المكان موجود، بتشتري احتياجاتك مرة واحدة للأسرة أو لحضرتك كده، أنه وبتتقسط على 12 شهر بدون أي فوائد ولا أي مشاكل بالنسبة للقار. والناشر بياخد فلوسه على طول، الفلوس بتحول لحساب الناشر. فدي هتساعد كتير قوي، وبقى مش هنقصرها على المعرض كتجربة أولى. أنا كل ناشر لديه منفذ مكتبة بعد كده أو له سلسلة مكتبات زي المؤسسة الصحفية أو الهيئات الحكومية أو القطاع الخاص اللي موجود هتستمر معاه هذه المبادرة طوال العام عشان نشجع القراءة ونيسر على القارئ في يعني بغض النظر بقى في ظروف اقتصادية أو غير ظروف اقتصادية، لأن أتمنى إن شاء الله أنه يعني المسألة دي تنقش إن شاء الله. يمكن التشجيع على مدار العام هيكون موجود على افتتاح معارض مصغرة من معرض الكتاب في مختلف المحافظات. لسه امبارح كانت محافظة قنا بتشهد افتتاح معرض الكتاب المصغر فيها لمدة يمكن 5 أيام. فيعني احنا بنتكلم في انه اللي ما جاش معرض القاهرة الدولي هيوصل لمعرض الكتاب لغاية عنده، هيبقى فيه. واحنا بننتقل من خلال المعارض زي ما حضرتك ذكرتي، احنا بننتقل لكل المحافظات على مستوى الجمهورية، لأنه لازم يأثر على القارئ أنه يحصل على الكتاب، لازم يشوف الجديد. طب لو ما تيسرش له الحضور، أنا بروح له هناك من خلال المعارض اللي بيعملها الناشرين نفسهم مباشرة أو اتحاد الناشرين أو وزارة الثقافة. طيب لو هنتكلم برضو على اهتمام هذه النسخة بالطفل، ويمكن ده كان محل أنظار يعني الكثيرين من رواد هذا المعرض تحديدا، حضرتك شايف يعني إيه أهم الكتب اللي موجودة اللي بتقدم لتوعية الطفل المصري؟ والحقيقة بيشارك في جناح، إحنا في صالة مخصصة للطفل فيها الكتاب التعليمي عشان تيسيرا على الأسر، وفيها الكتاب الثقافي العام في مختلف مراحل العمر، وفي الكتاب الوسائل التعليمية. الوسائل التعليمية دي لتنمية مهارات الأطفال من أول يعني السن الصغير لغاية لما يصل لفترة 12 سنة أو 18 سنة. اللي بيتبارى الناشرين بيقدموا حاجة كتير جدا، في أولا إنتاجهم، في إنتاج كتب مستوردة بيجيبوها عشان أوفر الجناح الحاجتين العربي أو اللغات المختلفة. في تطور كبير قوي في كتاب الطفل لمصر، وفي اهتمام كبير قوي. يعني أنا أقول لحضرتك رحلات كتيرة جدا بتنظم من المدارس لزيارة المعرض. لا يمكن هينظم رحلة إلا إذا كان عارف قد إيه الاهتمام في مبتغاه أو في حاجة للأطفال. وأنا بشكر حتى يعني بالمناسبة حضرتك ذكرت هذا الأمر، يعني امبارح أنا شباب تنسيقية الأحزاب كانوا معاهم حوالي 30 أو 40 طفل عاملين لهم زيارة للمعرض. يعني مبادرة عملات تنسيقية بعنوان ابني أديبا. تمام. في بيعلمهم إزاي الكتابة، بيعلموا الرسم، بينمي مهارات، لأنه اكتشاف المهارات في السن الصغير ده له أثر كبير إن تبني جيل المستقبل. صحيح. لأنه لو ما اهتمناش بالطفل الآن هيبقى المستقبل
مختلف بشكل سيء. هو ده اللي بنقوله في مكان في معرض القاهره الدولي للكتاب لكل الناس اللي عايز يتابع فعاليات ثقافيه، هيلاقي من الاول الانشاد الديني والاعمال الدراميه المؤثره او العلامات في تاريخ السينما المصريه والدراما المصريه، هيلاقي ندوات عنها بضيوفها ويعني كبار فنانيها اللي قدموها، بالاضافه لمناقشه الكتب واللقاءات الفكريه اللي موجوده، وكمان يعني مناقشه بعض الاوضاع يعني الخاصه بال الوضع الاجتماعي وتطور المجتمع المصري المجتمع. كل ده بالاضافه طبعا للاطفال والمسرح العرايس والحكواتي اللي موجود وكثير من الحاجات التفاعليه شفناها. كل الشكر يعني ليك الاستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، نورتنا وشرفتنا. الله يبارك فيك. شكرا سعيد، انا بشكرك لهذه الفرصه وتسليط الضوء على معرض الكتاب وفعالياته. شكرا. نشكرك. ويمكن أكثر من 500 فعالية بتقام خلال فترة انعقاد معرض القاهرة للكتاب، سواء كانت يعني فعاليات ثقافية أو أيضا فعاليات فنية. عشان كده بندعو حضراتكم اللي ما راحش يروح المعرض، لأن هيلاقي يعني كل اللي انت بتدور عليه من ثقافة من فنون. أعتقد ما فيش أفضل من فرصة اللي انت تروح تدور على الفن وعلى الثقافة وتعرف ايه هي الهوية المصرية اللي بنقدمها للعالم ككل. طيب دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا، معك يا لمياء اتفضلي. شكرا لك أحمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع موريتانيا. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الدفاع الموريتاني حنان والسيدي. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تسلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني تضمنت التأكيد على تعزيز التعاون أو علاقات التعاون، خاصة على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الوضع على الخطوط الأمامية شرقي البلاد يزداد صعوبة مع تكثيف القوات الروسية هجومها. وفي خطاب له قال زيلنسكي أن القوات الروسية زادت في العملية الهجومية على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى للحرب في 24 من فبراير الجاري. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن ستقوم بكل ما في وسعها لتحسين القدرات الميدانية لأوكرانيا قبيل الهجوم المتوقع في الربيع المقبل. على صعيد آخر، اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط بخموت برغم خسائرها، كما تحاول أيضا خرق الخطوط الدفاعية في ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني. يأتي ذلك فيما أعلنت قوات موالية لروسيا تحرير بلدة ساكو وبانديزي الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك. رفض البيت الأبيض اتهامات كوريا الشمالية بأن التدريبات الجوية المشتركة في منطقة شبه الجزيرة الكورية التي أجرتها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية تشكل استفزازا. وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واستون أن واشنطن تسعى للدبلوماسية مع بيونج يانغ. وأعلنت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، كما هددت باستخدام القوة النووية الساحقة في أي مواجهة مستقبلية. وفي بيان لها قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية إن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة ودول بالمنطقة دفعت الوضع إلى أقصى الخطوط الحمراء، مما يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة. دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان لإضراب عمالي عام يوم الأربعاء المقبل على سائر الأراضي اللبنانية. وشدد المجلس على ضرورة الضغط لإعادة تشكيل السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء، بالإضافة إلى وضع خطة تعافٍ اقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية.
كما دعا المجلس كافة الاتحادات التابعة له للمشاركة في هذا اليوم وجعله يوما وطنيا وتعبيرا عن الرفض القاطع لكل ما وصفه المجلس بسياسات الإفقار والتجويع. وأكد المجلس أن أهم مطالب الإضراب هو توقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 4.5 و4.75% لكبح الضغوط التضخمية التي يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة. وعقب قرار رفع الفائدة مباشرة تراجع مؤشر داو جونز الرئيسي بالبورصة الأمريكية في التعاملات المتأخرة بمقدار 337 نقطة ليصل إلى مستوى 33,748 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 20 نقطة مسجلا مستوى 4055 نقطة. وتأهل النادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية بعد فوزه الكبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم على استاد طنجة الكبير، وذلك في إطار الدور الأول بمونديال الأندية والمقام في المغرب حتى 11 في فبراير الجاري. سجل ثلاثية الأهلي كل من حسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبرسيتاو بالدقيقة 86. وسيواجه الأهلي في دور ربع النهائي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي يوم السبت المقبل على ملعب طنجة الكبير، علما بأن الفائز منهما سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل. مشاهدينا، نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكل مشاهدينا من جديد. علمائنا في الخارج ليهم دور كبير في كل المجالات، خصوصا لما بيكونوا في زيارة لمصر. محدش منهم أبدا بيتأخر عن أنه يقدم الوعي ويقدم كل المجهود اللي يقدر يقدمه في مجاله. من يومين شفنا صور كتير للدكتور مدحت منجي طبيب الأسنان اللي موجود اليومين دول معانا في القاهرة، وده أثناء مشاركته في أحد القوافل الطبية اللي بتختص بالأسنان بحي الأسمرات، وهو منورنا النهاردة في الاستوديو وهنتكلم معاه أكتر عن القافلة وعن مشاركته فيها. منورنا يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور دكتور. يعني فكرة المشاركة في القوافل الطبية وفكرة دعم يعني الأكثر احتياجا واللي ما بيبقاش يعني متابعين قوي الوعي الصحي خصوصا في طب الأسنان، إلا البعض بيعتبروا في بعض الأحيان ممكن يكون طرف، مدام إحنا يعني قادرين نمشي وناخد مسكن وأسناننا مش وجعانة قوي فخلاص يلا نمشي الموضوع. فكرة التوعية دي وفكرة ان حضرتك تبقى مسافر وما تيجي بدل ما تستمتع بأجازتك، لأ تيجي وتبتدي برضو تعمل وتقدم الخدمة للآخرين، ازاي شفتها وازاي اشتركت فيها؟ اولا شكرا حضرتك معاكم النهاردة. اهلا وسهلا بك. قبل ما ابدأ بس هنتهز فرصة الناس كتيرة بتشوفنا دلوقتي واطلب منهم ان هم يدعوا لأمي. ربنا يا رب. يعني يا رب المشاركة بالنسبة للأسنان، طبعا ناس كتير جدا بتحس ان الأسنان دي حاجة ما هيش مهمة في جسم الإنسان، وأهم حاجة فيها التوعية. بدأت دلوقتي وزارة الصحة تعمل شيء من التوعية للأسنان خصوصا على مستوى في
مدير الإدارة المركزية للأسنان هو دكتور وليد حسن مع الوزير طبعا، بيعملوا بدأوا ان هم ينشروا الوعي بحكاية الأسنان من خلال القوافل دي اللي هي المفروض ان هي بتوصل للناس المحتاجين، يعني تحت ان هو محتاجين الخدمة دي، وبدأ يعملوا قوافل. لما حصل البروتوكول ما بين وزارة الهجرة السنة اللي فاتت السفيرة نبيلة مكرم والدكتور خالد عبد الغفار، عملوا بروتوكول للناس اللي شغالين بره او المهاجرين يجوا يبداوا ان هم يعملوا يوم من عندهم ويدوا حصل فيها شيء من الاعلان ما كانش كامل، لان الناس برضو ما عندهاش حته ان هم يجي يضيع يوم من عنده في حاجه. بدانا ان احنا نحاول ان احنا نقول للناس اللي بره حتى لو يجوا معاهم بعض الخامات او بعض الادوات عشان يساعدوا فيها. انا لما جيت مرتين قبل كده عملتها قبل كده في بلاد بره مصر من خلال امريكا، فكره العمل التطوعي نفسه عملناها في كوستاريكا، وهي حاجه كويسه جدا 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 ان الدكتور اولا يتبرع بوقته، ممكن بماله، ممكن بادوات، ممكن يكون عنده في عيادته ممكن ان هو يستخدمها هنا. هو انا شايف ان حاجه مهمه جدا، بس هي ما وصلتش لكل الناس بره. مش كل الناس عارفين ان هو ممكن يجي يدي يوم من وقته، واللي هو ممكن يكون حاجه بسيطه في اجازته كانت اسبوع او 10 ايام وزي ما يكون. انا شايف ان هي مهمه جدا جدا لتوعيه المهاجرين اللي بره ان هم يجوا يبداوا ان هم يساعدوا في حاجه زي كده في مصر. اكيد دكتور، مش فكره بس اهميتها كعمل خير او المشاركه ضمن قوافل حياه كريمه تحديدا، وقد ايه حضرتك يمكن لمست وشفت هي بتقدم يعني خدمه مجانيه لاهلنا في الريف المصري الاكثر احتياجا، اللي يمكن عاشوا لسنوات كتيره يعني ما فيش خدمات بتقدم ليهم بالشكل اللي بيليق بمصر والمصريين تحديدا. لكن أهمية هذا النوع أيضا في تبادل الخبرات ما بين خبرة زي حضرتك كمصري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ولديك يعني باع في هذه المهنة، ولما يكون في دكتور لسه يعني حديث التخرج موجود جنب حضرتك، فكرة تبادل الخبرات هنا ده أهميته وإزاي بيعزز من قيمة هذا الموضوع؟ هقول لحضرتك بمنتهى الامانه، انا شايف ان في مصر طب اسنان على مستوى عالي جدا علميا وتكنيكيا. الحاجه الوحيده اللي انا بلمسها شويه في طب الاسنان في مصر في على ناحيه القوافل المعامله مع العيان نفسه، مع المعامله مع العيان اللي محتاج المساعده. حته الخبره العلميه تقريبا عندنا علم في الاسنان زي امريكا بالظبط، والخامات الادوات كل حاجه زي امريكا بالظبط. انا بقولها فعلا. امال المعامله من حيث ايه؟ معامله العيان المحتاج. يعني امبارح كانت الوزيره سوى الجندي موجوده، وزيره الهجره كان موجوده في القافله. انا وقفت مع العيانه دقيقه بتكلم معاها ما فتحتش فوقها. لما جت الوزيره قالت لا انا عايزه الدكتور ده يعالجني، انا ما فتحتش فوقها على فكره، ما كشفتش عليها، انا عملتها كويس. احساس الطمانينه فكره يعني. معلش انا اسف، ولا مش طمانينه، هي الاستقبال الحافل وكانه في مكانه اللي هو بيقدم. انا هقولها من غير دبلوماسيه حضرتك، ان انا عملتها بادميه شويه. دي اكتر مش جايه اديكي حاجه او مش جايه مني عليك حقيقه حاجة. دي اكتر نقطه من النقط اللي المثل اللي بيقول لك لاقيني ولا تغديني. يعني هو جاي يتعالج اسنان، انا لما بعمله كويس، وعلى فكره ما عالجتهاش، يعني ما عملتش، اديتها مضاد حيوي، يعني ما فتحتش بقايا لما كانت بتتكلم. المعامله يعني لان هو عيان الاسنان جاي على الم وغير قادر، والغير قادر دون جاي من شغله اللي هو مطحون فيه ومن الشارع، اللي هو بيجي على كرسي الاسنان في حته المفروض انا رايح ان انا اخدمه اقل ما فيه ان انا اعمله بشيء من الادميه شويه او من الرحمه. الادميه انا مش عايز اقول الاحترام، لان الاحترام لما بحترم حضرتك احترام متبادل الادميه صحيح. انا لقيتها في كذا مكان رحته، واحنا عاملين دلوقتي مش عارف اقولها خطه ولا بلا، يعني مع وزاره الهجره ووزاره الصحه، ان احنا هنروح الاماكن اللي هي
زي الدهار في الغداء، الاماكن اللي هي فعلا اندر سيرف، اللي هي اماكن ما حدش فعلا بيوصلها، الاقل حظا في الخدمات، واللي ممكن يكون لسه ما وصلهاش كثير من الخدمات في الفتره اللي فاتت. لكن خلينا نقول انه طبعا يعني المعامله الافضل هي المطلوبه دايما وهو الاساس، لما الموضوع في بعض الاحيان بيخرج يعني عن السياق اللي المفروض انها وهو الاساس في التعامل، بس دي ببلاش انه يكون موجود فيه. أفندم دي ببلاش، مش محتاجه طبعًا اي موارد من الدوله اكيد. فده ممكن يكون فرصة لإعادة التوجيه لما حد يبقى مش بالزبط موجود على التراك الصح، بالزبط تواجد ناس ذوي الخبرة يقدر يشد الناس على الطريق، وده مش عيب أبدا إن احنا نساعد بعض ونوجه بعض، نوجه بعض في التعامل ونوجه بعض كمان في الطب. لما حضرتك بتتعامل مع صغار الأطباء ولما حضرتك بتتعامل مع المتطوعين اللي قد يكون منهم لسه طلبة كمان، بيكلموا حضرتك إيه؟ بيبتدوا يعرفوا إيه؟ بيبقوا مستنين يعرفوا إيه عشان يدوا المريض نفسه لما بيسمع اسم إنه الطبيب جاي من الخارج؟ أعتقد ده لوحده بيديله نوع من أنواع الطمأنينة الزيادة والثقة اللي هي جزء كبير قوي من العلاج. حقيقة أولاً لما الحته بتاعت الطبيب المهاجر اللي بيجي، المريض لما بيلاقي ان في دكتور من امريكا ولا من انجلترا ولا من اي، بيدي شويه حساب، خصوصا المريض اللي هو محتاج، بتبقى بالنسبه له حاجه كبيره قوي. الطبيب اللي بيبقى قاعد شغال في العياده، امبارح لما خلصنا في الاسمرات الدكاتره كانوا متوقعين ان انا ممكن ان انا اقول لهم حاجه علميه، وانا ما قلتلهمش حاجه علميه، قلت لهم حته معامله المريض، لان معامله المريض اهم من الحاجه العلميه بالنسبه لي انا وهي عموما يعني. فانا بشوف ان هي برضو رجوعا للنقطه نفسها، ان هي مش محتاجه امكانيات بلد، او حتى الطبيب نفسه الاطباء هناك لما بيلاقوش حاجه ان هم عايزين يعملوا حاجه معينه بيجيبوها من عندهم، فدي محتاجه بس سلوك مع العيان، يعني ان هو الطبيب يبقى عنده موجه للسلوك مع المريض. دي من الحاجات المهمه جدا اللي انا شايف انها تكون مهمه. لما الناس بتسمع اسم ان في دكتور جاي من بره مصر، طبعا جاي من بلاد بره، بالظبط، يجوز لنا استخدام المصطلح الدارج، بيبقى ثقته اكبر وبيقبل اكتر. يعني لو انا جاي ثلاثه بس النهارده، انا هروح اقول لجيراني وجاري اللي فوق وجاري اللي تحت والراجل اللي في اول الشارع، تعالى ده في دكتور امريكاني جاي النهارده يعالجني. هو حقيقي الكلمه اللي حضرتك قلتيها بتاع بلاد بره، هو العيان امبارح قالتها فعلا. هي بتبقى عندهم حاجه، يعني هو جاي من بره، عارف حضرتك عودة الخواجه، عودة الخواجه، مش عايز اقول قوي لان برضه هو ده عندنا دايما عودة الخواجه. هو لو اللي جاي من بره ده جاي من الكويت ولا جاي من ليبيا ولا جاي من، هو في النهايه يا دكتور هو مصري. ويكن يعني كل الاحترام والتقدير لهذا الوطن تحديدا، وحضرتك بتعتبر سفير من سفرائنا في الخارج. ازاي نقدر بقى نستغل وجود حضرتك ده في فكره التعزيز من هذه القوافل وجذب مزيد من المصريين في الخارج للمشاركة في هذه القوافل تحديدا؟ أولا الإعلان عنها، في ناس كتير ما يعرفوش عن اللي كان ينقص الإعلان، يعني لو هنتكلم على ما كان ينقص الإعلان الأول، أنا عرفتها بالصدفة. ما فيش يعني، هي وزارة الهجرة دلوقتي متبنية موضوع دون بصورة أوسع شوية، صحيح، عن طريق في جروبات عاملاها الوزيرة مع المهاجرين بره كتيره جدا. يعني هي في الحقيقه نشيطه جدا في الحته دي، في التواصل مع المهاجرين، وان هم يقدروا يعرفوا ان هم لما هيجوا هنا برضو يبقى في شيء من ال، بحاول اتحفظ في كلامي شويه، التقدير، فكره الوين وين، الكل رابح، وفكره ان يعني وجود حضرتك التعقيم التعقيم يكون في شيء زيادة شوية في حتة التعقيم في عموما ان جنرال في اي مكان. لكن بتكلم على القافلة دي، لان الدكتور اللي هيجي من بره ممكن يخاف ان هو يروح على مكان معين، فيبقى لازم في شوية ميجرز معينة للمخاطر الخاصة. طبعا يعني انا اتناقشت مع ناس في امريكا زمايل لينا، وكان دي من النقط المتخوفين فيها، ان هي يكون يعني ممكن خايفين من النقطه دي. حضرتك بتتكلم على اجراءات احترازيه وقائيه للدكاتره اللي مشاركين في يمكن المناطق الحدوديه او المناطق البعيده، علشان لو في يعني تكدسات او في زحمه ما يبقاش في حاجه بتتنقل من شخص للاخر. يعني ابعد من كده شويه من التكدسات، التعقيم في نفس الاوضه نفسها، في المكان نفسه اللي بنتعامل فيه، في ناس كتير جدا عندهم تخوف من العمليه دي نفسها، من حته ان هو ينقل لي عدوى من خلال العلاج نفسه،
ودي حاجه انا اجتمع ناس صحيح. كتير في امريكا، وهو ريسك دايما بيبقى موجود يعني في العمل الطبي، الله يعينكم عليه، وده اللي دايما بنقوله ان انتوا جيشنا الابيض بسبب كده. لكن لو خلينا بقى دخلنا في نقطه تانية وهو نشر الوعي والفكره بتاعه نشر الوعي. حضرتك وحضرتك بتعالج المريضات اللي كانوا موجودين، هل يا ترى استغليت الوقت في ان احنا نستخدم الوقت ده يعني يبقى ناخد مكسبين مش مكسب واحد، واحد العلاج والاثنين بقى نبتدي نقولها ابنك سن ابنك اللي تجيبيه علشان يكشف على اسنانه، وازاي تاخدي بالك من الولاد، استخدمنا الوقت ده مرتين ولا كان صعب على حضرتك؟ لا هقول لحضرتك على حاجه، انا قايل من الاول خالص ان الدكتور اللي هيجي بنسبه كبيره مش هيعالج يعني، لان بس هي حته الوعي. انا فعلا حضرتك ده صح 100%، انا ركزت في كل مره باجيها بركز على حته الوعي لان الوعي هو اهم بكتير جدا من العلاج. وحتى انا عملت ناقشت مع احد الاشخاص في الدوله هنا على مبادره تكون تحت رعايه السيد الرئيس للوعي بالاسنان. الاسنان الناس كتير جدا بتستهتر بيها او بياخدوها ان هي ناحيه جماليه في اسنانهم، لكن ما بياخدوش ان هي باب الامراض كلها. ايه الافكار اللي طرحت وكانت الناس وهي بتسمعها حاسه انها بعيده او مستغرباها، او يعني حضرتك حاجه بتتعامل معاها انها حاجه منطقيه جدا والجميع بيعملها، ولكن الناس كانت بتقول طب والله كويس ان احنا خدنا بالنا، طب هناخد بالنا من القصه دي. المريض صح؟ فرشه الاسنان. اوكي. كانت حاجه غريبه. لان ليها فتره استخدام. في ناس بتقعد نعرف ناس الدكتور بتقعد بفرشه الاسنان دي سنوات. لا لا انها بتستخدم، بس حضرتك برضو دي مرحلة تانية انها تستخدم لمدة طويلة. لا ان هي يستخدم فرشة الاسنان اساسا يعني هي بالنسبة له مش موجودة. طبعا لو طلعنا في نقطة اهم بس برضو هي بعيدة جدا اللي هي الدنتال فلوس الفتلة. دي برضو يعني احنا بنتكلم في دهاليز عشان حضرتك رد السؤال. احنا بنتكلم ان احنا عندنا يعني وسائل كتير، كل واحد بقى حسب مقدرته وان كانت ان شاء الله تكون متوفره في ايد الجميع. فرشة الاسنان، الخيط الطبي لتنظيف الاسنان، المسواك، المضمضه، كلها حاجات يعني تقدر تساعدنا اكتر في الحفاظ على صحه اسناننا. كل الشكر وسعداء جدا بوجود الدكتور مدحت منجي الخبير في طب الاسنان بمصر، نورتنا وشرفتنا، والولايات المتحده الامريكيه طبعا نورتنا وسعداء بوجود حضرتك. اهلا وسهلا بيك دايما في مصر وفي البرنامج. شكرا لك يا دكتور مدحت، واكيد لينا لقاء تاني في القافله القادمه باذن الله. مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع فاصل سريع ونرجع ونكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وفي الحقيقة إن الرقمنة هو الاتجاه السائد للدولة بكل روافدها ومؤسساتها ووزاراتها أيضا لتقديم منتج وخدمة تليق بالمواطن المصري وأقل كلفة وأقل وقتا أيضا. وما فيش شك إن المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت تطور كبير في خدمات الدفع الإلكتروني للتذاكر كمان دور النشر، وده شفناه ولمسناه من خلال التطبيق اللي موجود على الهاتف واللي تم إطلاق الدورة الحالية لمتابعة الندوات أو الكتاب أو دور النشر. إيه الجديد اللي تقدم في منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ هو ده اللي هيتم الإجابة عليه من خلال ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو الأستاذة هبة الخولي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة المتحدة لتكنولوجيا المعلومات. صباح الخير يا أستاذة. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. بداية احنا بادين في الموقع بتاع المعرض من الدورة 52، دي ثالث سنة لينا، وكل سنة بتبقى يعني طبعا بتعاون مع وزارة الثقافة في تطوير كل سنة عن السنة اللي قبلها، وممثلة في هيئة الكتاب بيبقى في استراتيجية للتطوير. فاحنا بدينا 52، 53 كان في تطوير لخدمات الدفع الإلكتروني. الدورة الحالية ديت احنا طبعا اطلقنا الموبايل ابلكيشن زي ما حضرتك تفضلت وقلت، اللي هو بيعكس كل الحاجات او الخدمات اللي موجودة على الموقع الالكتروني للمعرض بقت متاحة على موبايل ابلكيشن عشان سهولة الدخول منها
حجز التذاكر الإلكترونية منها أنا بنتكلم على حجز تذاكر فقط ولا بيع وشراء أيضا للكتب المعروضة لدور النشر داخل وبيع وشراء الكتب. هي الفكرة أنه إحنا عندنا جزئين للبيع، في جزء الهيئة متبنية وهي بتقوم بتحويل بعض الإصدارات الخاصة بمكتبة الأسرة اللي هي لها حقوق الملكية الفكرية للهيئة، وبعد سلاسل ما ورؤية حاولنا تقريبا حوالي 100 عنوان البي دي اف بيتم تحميله علشان تسهيل القراءة وفي نفس الوقت كمان من غير مقابل مادي، يعني علشان نشر الوعي والثقافة. وعملنا موسوعة سليم حسن عملناها برضو بنظام التكشيف الإلكتروني، دي كلها بتحمل إلكترونيا كديجيتال. الحاجة التانية تم اتفاقية ما بين الهيئة وما بين البريد المصري، الاتفاقية توزيع للكتب الورقية، فالكتب متاحة على المنصة أو على الموبايل أب، بيتم شراء الكتب دفعها إلكترونيا لأن خدمة الدفع الإلكتروني لشراء الكتب مفعلة، وبعدين بعد كده بيتم الشحن بقى، والشحن بصراحة بيتم على مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل في أي محافظة بريد ثابت بقيمة قليلة برضو لتشجيع القراءة. طيب استاذه، لما نيجي نقول ان احنا عندنا بورتل كان موجود بقاله او كان عندنا منصه موجوده وتم تطويرها وابتدت تقدم خدمات مختلفه واطلاق الموبايل ابلكيشن وسهوله التنقل في الموبايل ابلكيشن، وفكره ان الشخص وهو عايز يشوف الكتب يقدر يتصفح كده ويشوف منها بريف او جزء يعني قبل ما يبتدي يحملها او يقبل على شرائها، ده ساعدنا في ان احنا ننشر الموضوع ازاي؟ يعني من خلال المنصه ومن خلال الابلكيشن ده يقدر يدينا ارقام شديده الدقه عن الفرق في عدد الزائرين او عدد الناس اللي قامت بشراء الكتب. بالظبط، احنا يعني هنقول ان احنا مثلا السنه اللي فاتت طبعا الموضوع كان لسه مفعل بس مش بصفه كامله، فكان برضو حجم المبيعات ما كانش كبير. احنا بنتكلم انه احنا عندنا الزيارات اللي على الموقع الالكتروني بتاعنا لغايه ما انا يعني امبارح كده بالظبط كانت الاحصاءات بتقول ان احنا عندنا 70 مليون زائر على الموقع الالكتروني. الموبايل ابلكيشن برغم ان هو هقطعك ثانيه واحده، 70 مليون زائر دي بتمثل عدد الزيارات ولا بتتحسب يعني كل شخص له اكاونت او حساب فالزياره الواحده بتتحسب بشخص، ولا ايا كان عدد زيارات لنفس الشخص بتتحسب زياره بتتحسب كم مره عشان نقدر نعرف ال 70 مليون دي بتمثل لا هو 70 مليون ديت زيارات ممكن تكون اكتر من زياره لشخص واحد. بس هي الفكره ان هي اللي حضرتك بقى بتتكلمي عليه اللي هو الشق الثاني اللي هو الزائر اللي بيخش وبيسجل الكتروني علشان خاطر يعمل خدمه من الخدمات الموجوده على المنصه. فاحنا بنتكلم مثلا ان احنا دلوقتي تخطينا حوالي ال 2 مليون زائر على المنصه، دول بيسجلوا فعلا وبيعملوا بيستفيدوا من الخدمات المقدمه سواء كانت تحميل كتب او شراء. بالظبط كده. كمان الجولات الافتراضيه، لان احنا عندنا المعرض كان بادي ان هو يعمل جوله افتراضيه اللي هو بيعمل تجسيد لكل دور النشر. احنا بنتكلم على الميتافيرس اللي هي دي لغه العصر دلوقتي او العالم كله متجه لهذا الشغل. بالظبط اللي هي بتكلم عليه جوله افتراضيه كميتا فيرس، يقدر اللي هو يعمل محاكاه للمعرض كانه جوه المعرض ولا ده لسه مش شغال؟ لا هو احنا عملنا المحاكاه للمعرض كانت السنه اللي فاتت كانت معموله على انها جوله ب 3D. هو التطوير بتاع السنه دي واللي احنا اطلقنا فيه جزء نقدر نقول عليه ان هو بايلوت، احنا عملنا بقى دخلنا الجوله الافتراضيه عالم الميتافيرس اللي هو بقى خلاص قاعد في البيت بس في معرض، قاعد في البيت بس في المعرض، وهو لو بيبقى عنده النضاره في ابلكيشن بيتحمل على النضاره بيبقى هو بيشوف اكنه موجود جوه المكتبه اللي هو عايز يشوفها، بيسحب الكتاب بايده بيقلب في الكتاب بيقراه، فدي بقى اللي هو التطور اللي احنا شغالين عليه. يعني لسه الكتاب ويقرا يعني انا اقدر وانا جوه الجوله دي بالميتافيرس اللي انا اقرا كم هايل من الكتب، ده معناه ان انتوا عاملين ابلود لعدد كتيره جدا. احنا حاليا في المرحله بتاعه البايلوت السنه دي عملنا جزء كبير جدا من اصدارات مكتبه الاسره وسلسله ما ورؤيه اللي هو احنا كنا محاولينها بي دي افات، عملناها بان هو يقدر يتصفحها
بيمسك الكتاب ويبتدي يقلب فيه، يقربوا منه، يعمل زوم عشان يعرف يقرأ كويس. فموجودة وأطلقناها. المفروض إن إحنا من أول إن شاء الله انتهاء الدورة الحالية للدورة الجديدة نبتدي نشتغل على كم إصدارات أكبر، بحيث إن تبقى الجولة الافتراضية فيها غزارة. ويبقى في الشكل كمان انتهى. أنا عارفة إن دي النسخة البايلوت أو الشكل التجريبي. معرض الكتاب حاجز مكان خاص في الميتافيرس في مدينة تويترا المصرية اللي مطلقة على الميتافيرس، وهيبقى يعني له مكان وتواجد وأجنحة ومحاكاة كاملة للواقع بالشخصية بقى اللي هتكون موجودة على الميتافيرس. الربط بين الميتافيرس والابليكيشن والشخص اللي عنده القدرة على استخدام التكنولوجيا، ده عامل جذب ان الناس تدخل وتتابع وتشوف الابليكيشن وتتابع الفعاليات اللي ممكن يكون بعضها بيبث عبر صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي او على قناة اليوتيوب، لان مش كل الناس طبعا قادرة تيجي من المحافظات، لكن هتبقى حابة انها تشوف الندوات وتحضرها او تشوف فعاليات الشارع اللي هي قد ايه جاذبة السنة دي، اللي موجود العروض المسرحية وعروض الفنون الشعبية والخاصة بالاطفال اللي موجودة حتى مش داخل الصالات المغلقة، لا موجودة في اروقة المعرض كده. هو بالظبط احنا المفروض ان الموقع الالكتروني بيتم عليه بس الفعاليات بتاعه المعرض، وهي بس مش بتخلي الفعاليات بتاعه المعرض متاحه خلال فتره المعرض بس، هي الموقع طبعا شغال طول السنه بلا اركايف، معمول عليه اركايف، فبالتالي ممكن اي حد عايز ما سمحلوش وقته انه يحضر الفعاليه دي سواء اثناء المعرض او بعد انتهاء المعرض، هو يقدر يخش ويشاهد الفعاليه ديت. بالاضافه ان كمان في قناه لليوتيوب خاصه برضو بالهيئه بتبقى ليها لينك على الموقع، يقدر من خلالها يخش يتفرج على كل الفيديوهات المتاحه عليها. الحاجه اللي حضرتك اضفتيها بقى اللي هي موضوع الميتافيرس دي، احنا بنشوف ان دي من حاجات اللي هي المفروض ان هي تنشر العداله الثقافيه على مستوى يعني جمهوريه مصر العربيه، بحيث ان حضرتك عندك مراكز شباب كتيره جدا، عندك مراكز الشباب يبقى جواها مكتبات، في مكتبات ثقافيه موجوده على مستوى المحافظات، فهو مجرد انه يبقى في نظاره في كل مركز او نظارتين بتتيح للقارئ انه يخش يطلع على كل الكتب اللي هي مثلا كمان كتب نادره، كتب حضرتك عايزه تحافظي على الاصول بتاعتها من التداول، فحضرتك مجرد انها موجوده على الميتافيرس فمحدش هيلمسها، محدش هيمسكها، هي مجرد انها تبقى موجوده واي حد ممكن يطلع عليها. فهي هو ده يعني المفروض ده التطور في التكنولوجي للناحيه الثقافيه يعني. يعني زي ما منى قالت هي نسخه تجريبيه حتى هذه اللحظه، لكن عدد يعني مرتادي هذه النسخه قد ايه تقريبا؟ هو احنا حاليا طبعا موفرينها في المعرض فقط للي بيحب المشاهده، لان هي برده تقنيه محتاجه شويه تدريب. يعني احنا كنا في الاول متخوفين ان الناس ما تتقبلهاش، بس لقينا لو احنا قارناها مثلا ان احنا بنقول ان احنا ممكن حسب الفئه العمريه برده، يعني اللي هيبقى راغب في ده اعتقد الشباب كله، الشباب كمان الفئه العمريه اللي هي مثلا بتتعامل مع الالعاب والجيمز، لانه برضو دي احنا ممكن يعني هم اللي يدربونا. بالظبط، ممكن هم اللي يدربونا يا دكتور. بالظبط. هو احنا مثلا السنه دي والسنه اللي فاتت عاملين مثلا تجربه بس بالفي ار للاطفال، وبناخد شخصيه مثلا زي السنه دي عندنا الكاتب كامل كيلاني هو شخصيه الطفل، فاحنا واخدين له قصه من القصص بتاعته، بناخد منها جزء وبنحطها بنعملها بتقنيه الفي ار، فالاطفال الجزء ده في جناح الطفل عامل عندهم برضو حاله جذب جامده جدا، وبيخلي الطفل بعد كده بعد ما بيشوف القصه بيبقى هو عايز يروح يكمل بقيه القصه عشان يعرف النهايه، لان احنا واخدين جزء في النص عشان نجذبه انه يروح يكمل عايز يعرف حصل ايه. فهتلاقي حضرتك الاطفال هم اسرع تعلما مننا في الجزء ده، الجزء بتاع الشباب طبعا. يعني عايزين بقى نحول القصص الثقافيه لالعاب، فيبقى هو بدل ما هو ماسك موبايل بيلعب جيمز، لا هو بيلعب وبيتثقف كمان. نعمل حاجات ليها علاقه بالهويه المصريه عندنا، يعني احنا نجذب الطفل ان احنا ممكن بعد كده، لانه ده برضو التوجه بتاع الهيئه، هي عايزه تعمل منصه خاصه بالاطفال، عايزه تحول كتب الاطفال لكتب تفاعليه،
فكل بقى الحاجات دي كلها بتخدم بعضها بحيث ان هو الطفل نجذبه بقى ناحيه الهويه المصريه، نعمل له جيمز بشخصيات مصريه حاجات كده يعني ايه تبقى ليها علاقه بينا يعني. جانب من التوثيق المهم او الحاجه المختلفه برضو اللي حصلت السنه دي تلفزيون المعرض، دي حاجه كانت يعني مستحدثه، فكره ان احنا عندنا اكتر من 500 فعاليه ثقافيه، فاقمتم استوديو خاص بالمعرض لاجراء يعني مقابلات تلفزيونيه للتعليق ولشرح ال 500 فعاليه مع ال 500 شخص، وجود ارشيف خاص بهذه اللقاءات اللي اعتقد ان احنا لما نوثقها هتبقى عندنا ارشيف كبير جدا لواحد من ال 500 شخص مهمين جدا على المستوى الفكري والثقافي في مصر والوطن العربي، لان كان عندنا لقاءات من فرنسا ومن الاردن طبعا ضيف الشرف واللقاءات العربيه بالاضافه لناس كتير جدا. ده متاح على المنصه، الهدف انها يتم تحميلها على المنصه ولا ده كله بس على قناه اليوتيوب مش هتبقى لا 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 أول بيتاخد بعد يعني خلال فتره المعرض بيبقى البث عن طريق اليوتيوب، بعد المعرض بيتاخد اللقاءات النادره دي، لان دي زي ما حضرتك بتقولي كده ارشيف قيم جدا. بالعكس هي كمان بتبقى يعني حضرتك مثلا السنه اللي فاتت احنا كان عندنا مثلا تصوير مع بعض الشخصيات، الشخصيات دي مثلا توفت، فبقى التسجيل ده تسجيل نادر، ده آخر تسجيل حصل لشخصيات معينة بالصدفة كان حاصل في معرض الكتاب، فبقى حضرتك هتلاقي الفيو عليه عالي، الطلب عليه عالي، فدي بتبقى لا أرشيف فعلا. لا الشكل كمان الإخراجي للمقابلات، قبل كده كانت بتبقى مقابلات عامة لكن فكرة تخصيص مكان واستوديو بمواعيد، لا هو في استوديو بروفيشنال فعلا للجزئية ديت، وبيبقى التصوير والمونتاج فيه بصورة يعني بروفيشنال بحيث إنها فعلا تبقى يعني اصل قيم. اكيد. طب دكتور ده اللي بنتكلم على خدمات بتقدم من خلال هذه المنصه، عاوز اعرف هل المنصه قدمت ايضا خدمات للجمهور من خلال التقسيط للكتب علشان خاطر يعني نحفز الناس بشكل اكبر للقراءه؟ بص ما حدش يبقى ليه حجه بقى. لا هو الفكره في ايه؟ الفكره انه خدمات الدفع الالكتروني كلها بتتم عن طريق الكروت البنكيه بمختلف انواعها. وحضرتك عارف ان كل البنوك حاليا على الكروت بتاعتها بيبقى فيها نظام التقسيط، فهو اول ما بيتم خدمه الدفع الالكتروني بتحول على البنك بتاعه بيبقى متاح بالنسبه له اي نظام تقسيط هو عامله مع البنك بتاعه بيستفيد منه. بعتم قد ايه يا دكتور اونلاين؟ بقالنا ايه؟ بعتم قد ايه اونلاين؟ لا هو احنا طبعا الاحصاءات بتبقى مختلفه يوم عن يوم، بس احنا يعني واصلين مثلا حضرتك تقدر تقول ان احنا واصلين لحوالي 50-60 ألف جنيه مبيعات، مقارنة هي ممكن ما يكونش رقم كبير بس مقارنة بان الكتب اللي موجودة محطوطة في مبادرة اللي دعم الثقافة الكتب اللي هي ب10 جنيه وب20 جنيه فيعتبر رقم كبير، بالاضافة لانه حجم التوزيع كمان احنا بنتكلم ان احنا بيجي لنا شحنات، احنا بنروح اسوان بنروح سوهاج بنروح يعني مش بنتكلم على القاهره. كنت العداله في الثقافه فخلاص يعني قفلتيها. شغل المعرض الجديد ابتدى من دلوقتي، المنصه متخيله انها السنه الجايه هتقدم ايه مختلف؟ احنا ان شاء الله السنه الجايه يعني حريصين على ان احنا يكون الميتافيرس اكتملت، نكون فعلا عندنا كم من الاصدارات موجود. احنا برضو عملنا مبادره وده في المؤتمر الصحفي كانت بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، ان احنا بنقول للاتحاد الناشرين سواء اتحاد الناشرين العرب او اتحاد الناشرين المصريين تعالوا حطوا الكتب بتاعتكم الورقية على المنصة بكميات كبيرة، احنا عايزين نعمل المنصة دي تكون منصة منارة إعلامية بالظبط من كده الشرق الأوسط بتشع من قلب القاهرة بالظبط، يعني ده التارجت بتاعنا، وبالاضافه بقى ان شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا ونعمل اطلاق لمنصه للطفل. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ليكي، نورتينا وشرفتينا. شكرا. الاستاذه هبه الخولي رئيس القطاع التكنولوجي بالشركه المتحده للخدمات التكنولوجيه، نورتينا اهلا وسهلا. شكرا ميرسي جدا ليكي وشرفتي. شكرا ليكي يا استاذه هبه. شكرا ميرسي جدا. كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، كنا معاكم على مدار 3 ساعات متواصله من 7 صباحا وحتى 10 صباحا، انا احمد عبد الصمد وزميلتي العزيزه منى الشرقاوي وايضا لمياء حمدين، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم جميعا.